السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا ومع حصتكم حصة بعد التسعين بقناتكم المحترمة قناة البلاد تي في. نعم قناة البلاد تي في والحصة. الحصة بمختلف أركانها، أركان محاور كالعادة مع جورنال ماغ مع وان تو تري فود مع الأسدوز، يعني كل هذه الأركان والمحاور. بالإضافة إلى هذا يعني باش نزيد ندعم هذه الحصة ضيوف ومحللين كالعادة معنا رضا عباس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا مراد وأهلا وسهلا لكل المتتبعين. أهلا وسهلا رضا، بارك الله فيك. محمد زكريني أهلا وسهلا. أهلا وسهلا مراد، جمهورنا الرياضي الكريم، السلام عليكم. السلام ورحمة. السي مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية راه ضيفنا اليوم، أهلا نرحب بك في قناة البلاد تيفي. السلام عليكم وشكرا على الضيافة. وأنا سعيد جدا بحضوري معكم ومتشرف بالحضور. الله يسلمك، عايشك عايشك أخي مصطفى. معنا ضيف آخر اللي هو جابر زغلاش. جابر زغلاش اللي هو الآن كرئيس للجنة المؤقتة للتسهيل، يعني ديريكتوار، ديريكتور بالنسبة لمن؟ بالنسبة لوفاق سطيف. نرحبوا بك أخي جابر. السلام عليكم سي مراد. السلام عليكم وسلم. نشكركم كثير على الدعوة تاع اليوم. إن شاء الله نتمنى تكون شيقة وممتعة إن شاء الله. راهم ربحوا عليك سطيف يعني في ظرف 15 يوم 20 يوم والله الله يبارك. ولكن بتعبة كبيرة. تعبة. هذه راح نتكلموا عليها على كل حال. هذا فيما يخص قلت الضيوف والمحللين، المحاور تكلمت عليها. في البداية راح نتطرقوا لموضوع خاص باللجنة الأولمبية، بدون شك راكو لاحظتوا بحضور رئيس اللجنة الأولمبية السيد مصطفى براف. ولكن قبل هذا نهني الوزير الأول يعني على المنصب هذا، قلت الوزير الأول السي عبد العزيز جراد اللي هو على كل مبروك عليه، وكذلك هو عين رئيس ديوان ومدير ديوان. في انتظار احنا كرياضيين اكيد كصحفيين ننتظر الحكومة، ولكن ننتظر الحكومة وخاصة ننتظر قطاع الرياضة. على كل حال مصطفى قبل ما ندخل في الكوميتي الأولمبيك اللجنة الأولمبية، عبد العزيز جراد انت تعرفه ولا نعرفه على كل حال، ومر بمرحلة صعبة واليوم مبروك عليه، كيفاش تشوف يعني هذا التنصيب هذا؟ والله يعني تهاني حارة من طرفي ومن طرف الحركة الأولمبية والرياضية الجزائرية. هو رجل تاع مواقف ورجل تاع مبادئ، ونتمنى له النجاح، وعارفين بأن راح يكون يساعد السيد عبد العزيز تبون. السيد تبون اللي هو رئيس الجمهورية وأخ تاع كاع الجزائريين والجزائريات، وبدون شكل الأمور راح تمشي بكل جدية إن شاء الله بإذن الله. هذا بالنسبة لي قلت لي الوزير الأول. رضا قبل ما نمشي دائما للجنة الأولمبية، احنا في كل مرة فيه وزير شباب والرياضة يعني القطاع، وزير على القطاع، كيفاش تشوف؟ احنا درك نطلع احنا النداء هذا راح يروح اكيد للسي عبد العزيز، السي عبد العزيز جراد، انت كيفاش تشوف البروفيل نتاع الوزير الشباب والرياضة؟ لانه في كثير من الاحيان عينا نوعا ما من يعني الامور اللي راهي نشوفوها ونلاحظوها وتكلمنا عليها خاصة في الحصص. كيفاش تشوف البروفيل هذا يا نتاع وزير الشباب والرياضة؟ اون توت اونيتي. نعم تسمى دوك السؤال هذا اون توت اونيتي، لازم يكون يخاف ربي قبل ما يخاف العبد. بارك الله فيك. هذا سي بلوز امبورطون، لازم يكون واحد بالدين يعرف ربي، باسكو لازم يدير تصويره تاع هذا اللي راهو جاي جديد، لازم يدير تصويره تاع ولاده. ما يجيش تصويره تاع تبون، لانه كي يدير ولاده يعرف بلي المستقبل هذاك هو. هذه وحده. اليوم لازم يكون كفاءه مهنيه، كفاءه في الدراسه تاعو حتى في الشخصيه تاعو. ثلاثه لازم إذا وعد وفى. المشكل احنا رانا في الوزراء اللي راهم يتعاقبوا على قطاع الرياضة، صحيح أنه كاين مشاكل في هذاك القطاع، بصح لازم يكون إنسان حازم، لازم عندما يعد يفي. وش معناتها؟ أنه لحد الآن تعاقبوا 50 وزارة، لحد الآن الإصطاد مازال ما تبناوش. نعم. اللي رانا نتمنوا انه يتبناو في وقتهم المحدد. بارك الله فيك. إذا ندخل مباشرة في مواضيع حصتنا، الركن الأول الأسدوس. الأسدوس قلت مع تقييم حصيلة السنة وأهم ما دار وجال في دهاليز اللجنة الأولمبية. ولكن قبل ما نمشي للنقاش والحوار، نتابع هذا التقرير. لمن أنت في بالك؟ لمن؟ أنت تدخل لي الوليد حمدادو.
مع بداية العد التنازلي لنهاية سنة 2019 تستيقظ ذكريات على كل ما سبق ومر. سنة لم تسعف الكثيرين وكانت لهم اختبار، وهناك من امتحنتهم لتكون ابتلاء ومرار. بتكبير صورة الرياضة الجزائرية والتوغل في أركان اللجنة الأولمبية، كانت الأوضاع هادئة في محيطها منذ البداية، ومع مرور الأيام والأوقات الزمنية بدأت تحديات اللجنة وتسارعاتها في تحضير النخبة الوطنية لخوض غمار المنافسات القارية والدولية، فكانت بدايتها مع الألعاب الإفريقية بالأراضي المغربية. لكن النقطة السلبية كانت قبل ذلك بأيام قليلة، أين تم إسقاط أسماء عديدة من الرياضيين الذين كانوا بصدد تمثيل الراية الوطنية. وهنا لاحت في الأفق بوادر انشقاقات بينية بعدما طالب مصطفى براف رئيس اللجنة الأولمبية من عبد الرؤوف برناوي وزير الشباب والرياضة بضرورة احترام قانون الميثاق الأولمبي وعدم التدخل في تحديد قائمة المشاركين في المحافل الإفريقية. حساسية الطرفين تواصلت بعدما فتح فصل جديد من الصراع بين الرجلين، حينما أراد برناوي تضييق الخناق على براف بعد قرار الخزينة العمومية بتسجيل كل ملفات الخروج للهيئات الرياضية مع إلزامية تبليغ البنوك بمهامها الخارجية. في الوقت الذي انتظر فيه الكثيرون تقديم الحصيلة السنوية للجنة الأولمبية الجزائرية ومحاولة إطفاء بعض الإخفاقات على الساحة الوطنية، إلا والتهبت نيران التراشقات والتصريحات السلبية بين براف وبرناوي من جديد، الذين اتخذوا من عملية دس السم في عسل الآخر وسيلة لإبعاد الضغوطات، وأن لا علاقة لهم بالإخفاقات والانزلاقات. هذا اذا تقرير خاص باللجنه الاولمبيه. تعليق كان عفوا يعني لعادل ياسف الشاب تاعنا، صحفيين الشباب هذو اللي قدم لنا هذا التعليق. اول سؤال موجه بطبيعه الحال لرئيس اللجنه الاولمبيه، واش تشوف التقرير هذا من خلال يعني قراءتك له؟ يعني في الحقيقه انا كنت جاي باش نقدم حصيله على عام 2019، حصيلة إيجابية على كل المواعد اللي قمنا بهم. احنا جيتوا باش تعطينا الحصيلة في الألعاب الأولى في السنة هذه 2019، لكن دخلنا في النزاعات ونتكلموا غير عن النزاعات. أكيد أن الأمر صعيب، لأن حتى الجمهور دوك راهم يشوفوا بأن في كل مرة تمر نزاعات ما بين اللجنة الأولمبية والوزارة الشبيبة والرياضة وبعض من الاتحادات وكذا، ونظن باللي بالك الناس كامل يزون أمارة. أنا في الحقيقة نقول باللي هاد الناس هادو اللي يهدوا، كان فيها في السابق وزير قال أنا جاتني من الفوق، أنا نهدد في براف وجماعة جاتني من الفوق، خديت أوامر أنا من الفوق، أنا راكو عارفين أنا والله صاحبي مصطفى براف، لكن جاتني من الفوق. ودوك دخلنا في عهدة واحدة أخرى وين الإخوان نظن دخلوا في السب والشتم وفي زاكوزاسيون، يتهموا في الناس. نظن باللي حان الوقت باش كل واحد يحكم من ضربه ونطبقوا القانون على كل واحد. الوصاية وصاية على الاتحادات وعلى الرياضة ومتكفلة بالسياسة تاع الرياضة في الجزائر، لكن اللجنة الأولمبية عندها طبع خاص، عندها جمعية كما فعلا جمعية حقيقة، لأن القانون الجزائري ما ينص بأن فيه des organisations ولا des institutions فيه إلا الجمعية، لكن الجمعية هذه عندها المصلحة العامة والطبع d'utilité publique d'intérêt général. والجمعية هذه في القانون نتاع الرياضة عندها، انت راك راجل تاع حقوق، عندها مادة خاصة باللجنة الأولمبية، وانت كنت انا داك ديبوتي وما تقبلتهاش وجوزناها. نعم.
بان اللجنه الاولمبيه تسير طبقا للقوانين تاعها واللوائح نتاعها طبقا للميثاق الاولمبي. عندما تعرف القانون عندما تكون ان ارتيكل سبيسيفيك كل القانون متركب على الارتيكل سبيسيفيك. بعد من الناس الله غالب واحد ما فهمش واحد ما قراش واحد كذا يدخلوا في نزاعات اللي ما عندهم حتى حد. وحنا رانا نقولوا بان يا ودي الهدوء الجمع الشمل رانا نهضروا غير في الكلام الطيب زين واللي يطلب السلم والناس يتهدد وتسب وتشمتم يعني والله نظن باللي اليوم على بكل تواضع انت عارف هذا العام 2019 شاركنا في 3 مظاهرات في الالعاب البحر الافريقيه الشتويه في العاب ليجو ميديتيرانيا تاع البحر تاع البحر ليجو ميديتيرانيا دو بلاج وليجو افريقيا الالعاب الافريقيه الاموال كانت من طرف اللجنه الاولمبيه سلفيه ومن طالب ومن طالب كيف السلفيه منين السلفيه هذه سلفيه لان البيدجي ما كانش الحق الميزانيه كانت ما لحقتش قالوا لنا افونسيو الدراهم منين سلفتوهم يعني هما هما هو المصاريف تاعنا تاع اللجنه الاولمبيه قمنا بكاع المصاريف في هذا الثلاثه لي تروا مانيفيستاسيون هذو وصبحنا ومن بعد قال لا ومنا تسلفونا وين سلفتونا معنا رسمو كانوا عندنا يعني الوثائق اللي تثبت هذا الشيء بون رئيس تفضل رئيس نبدا لك بالك هذاك الفيتير اللي داروا ياسف يعطيه الصحه بدا بهذيك التصويره تاعك مع بيراف مع من؟ حد مع برناوي بيراف مع برناوي, برناوي. حتى بعض الاقاويل وبعض دوك الاشاعه ولا اخبار تقول باللي بيراف كان عنده كيما نقولوا احنا يد في تعيين برناوي كوزير للشباب والرياضه. هذا غلط معليش هذا غلط او جاوبك روح حاجه اخرى. اليوم رانا شفناهم في التصويره عطينا اليوم بلا سون ريزيرف وش هي الاسباب اللي خلات الخلاف لانه الناس وش تشوف تشوف باللي مع ولد علي كان خلاف مع بيراف ومن بعد راح ولد علي جاب برناوي كان شهر عسل ومن بعد الساق تبدلت واش المشكل المشكل الحقيقي الناس باش تعرف الناس راهم يقولوا بالك نقولوا العيب في بيراف بالك اعطيني لو دروا نحي لو دروا دري زي الرئيس باسكو دوك رانا في عهد جديد عاد الناس تهضر واش هو المشكل الحقيقي المشكل قلت لك مع سي ولد علي كان يقول بالمباشر وبالغير مباشر يقول بأننا جاتني من الفوق وأنا كنت عارف بأن بالأمور كانت جات من الفوق لكن احنا واحد كيكون ضميره مرتاح ويخدم في إطار القانون ما عنده ما يخاف قالوا لي باش نسحب الترشيح نتاعي وكما قالوا الواحد آخرين انت عارفها الشيء راكم على بالكم به وانا السيد اللي كلمني باسم انا داك باسم الرئاسه قال لي لازم تلاقاو قلت له يا ودي احنا نتلاقاو علاش انا مترشح وعندي شغالات وكذا قال لي لا لازم انا كنت عارف باللي راح يقول لي اسحب قلت له يا ودي انا مانيش ارباب عامل ولا راح ندير شركه معاك ولا عندي دراهم باش ندير شركه يعني فهمتي كيفاش الامر كنت على بالي بلي كان كما يقولوا الاجنبيين اير فيما يخص هذا الوضع اللي رانا عايشينه اليوم معليش لك بريزيدون الامر اليوم لو كونتر بوا ميم في وقت ولد علي انت درت له ان كونتر بوا صحيح كانت جناح معين حبوا ينحوك بصح كاين جناح اللي بالك حبوا يبقاو نشفى كيما انت درت اون كونفيرونس دو بريس جبت الهامل الناس كي شافوا الهامل اسيت ايبوك نعطي لك واش كاين انا شوف انا ما عنديش روتوني انا مانيش ماني معاك ماني مع الوزاره كي جبت الهامل الناس تهدنت قال السيد هذا راه متكيمور يافي با درابور يافي با درابور باسكو باش نقول لك يافي اوكا رابور لان ولا هما بعثوا المدير انا داك نتاع الرياضه وبدا يدور كانت لا بريمير بارتي هذيك تاع كانت خلاصت بدا يدور عند الناس يقول لهم رفضوا له الميزانيه
هذا أمر من عند على بالكم وراي جاية من الفوق ولازم ترفضوا له الميزانية. أنا قلت له أنت ما عندكش حق ما حققش ما عندكش حق تقعد هنا. خرجته من الموبيليس لتحت خرجته ولد علي لا الممثل تاعو تاع الوزارة حوجته هو اللي كان معه سي با لا بان واحد يسمي الأسماء. لكن نقول لك اليوم نظن باللي الأمر دخلنا في واحد صير علي ما يخدمش الرياضيين ما يخدمش الرياضيين. انا شفت اليوم الرياضيين راه يشتكيو انا جايين انا على فروش دي طوكيو شو انا جايين شو نقطه بنقطه انا نقولوا عندنا 96 بورس تاع الشباب هادو 96 بورس متجمدين لان كان فيه اجراءات وكاين فيه اوامر من جهه معينه قال ما تدوهمش عيب وما تمكاش لابورش ما تدوش سمي يكسروا الرياضة. شوف باش يعني نربحوا الوقت باش نفهموا رضا باش نفهموا نقطة بنقطة لأنه عندنا أشياء كثيرة نتكلموا عليها أو يضحك مصطفى صح. أولا اليوم الحدث أعطينا باختصار اليوم كانت ندوة صحفية هكذا يا وتكلمت وكرمت عائلات وكرمت أعطينا باختصار كيفاش كانت اليوم هذه باش حنا باش نديو الاكسكلوزيفيتي كقناة البلاد أنا جبناك من ندوة جبناك لهنا هكذا يا ومن بعد نمشيو على النزاعات اللي وقع عندنا فيما يخص بالنداء من راح تكلمت هكذا يا وعندنا كذلك الرئيس الجمعيه الجديده اللي هو بوغادو ممكن راح من بعد نتكلموا عليها معليش اعطينا باختصار فيما يخص الندوه نتاع اليوم. يعني بكل صراحه انا سعيد جدا بهذا الندوه ومتشرف خاصه بتكريم الراحل علي فوديل. علي فوديل الله يرحمه ولو كان صديقي واخي وكانت محبه خاصه ما بيناتنا هو من الرجال اللي كانوا من الأولين اللي قاموا بمجمعات نتاع الصحافة وإنشاء هاد لي غراند سوسيتي هادو بريفي ودخلوا ثقافة أخرى في الصحافة يعني بكل صراحة. كاين بزاف الإخوان اللي خرجوا من السيكتور بيبليك وراحوا للسيكتور بريفي ورفعوا التحدي وخلقوا مناصب عمل. نعم. نعم. نتصور يعني اليوم لو هاد الرجال هادو ما قاموش بمجمعات هادو نعم. هاد نعم. لي جون هادو مالك جورناليست في غارسون كذا وين يسيبوا الخدمه يروحوا كاع للان تي في يروحوا كاع للمجاهد يروحوا للشعب. والمثال ما تنساش كذلك البلاد قناه البلاد هذا مثال حي كذلك تشوف القناه كقناه كيفاش راهي يعني توظف في شباب ياك هكذاك تدخل هكا شفت شباب نقول. شباب موظفين هادو كاع والخط نتاع القناه شفتها كيفاش وطني يعني الى اخره فكل هذا يشرف. واش راني نقول هذا شرف كبير لنا على قلت لك شرف كبير لان هاد الرجال وهاد النساء اللي قاموا بهاد المبادرات وهاد رفعوا هاد التحديات لازم لهم القيمه اللازمه والله يرحمهم طلبوا من الله عز وجل يستقبلوا في الجنه ان شاء الله يعني. لان راجل زعيم وانا كنت صديق معه وعده مرات قلت له يا ودي راك هاد الحكايه راك داخل في الدوله ومشكل وكذا و بكل يعني راح نقول حاجه بالك ما لازمش نقولها كان قلت له راك تغامر بالحياه تاع المجمع نتاعك وبحياتك راك غير دخلت في حرب مع الناس هذو قال لي انايا الجزائر قبل كل شيء الجزائر قبل كل شيء بارك الله فيك الجزائر وهي الجزائر وهي الجزائر ولون بحر كلش بارك الله فيك هو اللي خلق كلمه عصابه نعم اذا الجزائر قبل كل شيء ابقوا معنا على كل حال النقاش والحوار متواصل مع الجزء الثاني والثالث والرابع بعد الفاصل الجزء الثاني من حصتكم حصة بعد التسعين كنا مع الأزدوز وحصينة اللجنة الأولمبية سي جابر
قلت رئيس ديريكتوار لوفاق سطيف، كنت تبعت يعني الحوار اللي دار بيننا وبين رئيس اللجنة الأولمبية، وعرفت كذلك النزاعات، فيه نزاعات بين الاتحاديات واللجنة، بين اللجنة والوزارة، يعني شيء اللي عرفناه احنا صحافين، ولكن انتوما كرياضيين بصفتك يعني كمسير كيفاش تشوف هذا الشيء هذا؟ والله يعني كما يقول لك النزاعات هذه يعني في كل مجالات الرياضة، يعني احنا كنا ندروها باللي راهي غير لتحت، ولكن يعني رانا نشوفوا فيها راح تطلع راهي لحقت حتى الصومي تاعها. كما يقول لك يعني شيء ما نتمنواش يعني يكون هكذا، ولكن يعني شيء مؤسف، ونتمنوا هذه النزاعات يعني نشوفوا نزاعات بنال يعني ما يعني واش راني نسمع. انا سمعت يعني في الصحافه وزدت يعني سمعت الان في عبر المنبر هذا، يعني نشوف يعني في كل احتراماتي كاين امور يعني مستوى يعني ما كان حتى حاجه، يعني انسان يشكي بشخص على جال واحد الحوايج تافهين سمعت انا التوني ولا ما على باليش، كاين حوايج يعني كيما نقولوا هكذا ما نلوموش احنا واش راه صار لتحت. ولكن نتمنى ان شاء الله هذه الامور هذه نتجاوزوها. وبالجانب اخر يعني رانا كيما يقول لك ماهوش قاعد قدامي الرئيس سي مصطفى بيراف، بالك عندنا شويه يعني درايه وشويه حنكه مع بعض الرياضيين في ولايه سطيف، نتكلم على ولايه سطيف عامه سواء في الرياضات الجماعيه او الرياضات كيما نقول لك الفرديه. على العموم يعني مستعرفين بالعمل والجهد الكبير اللي يقوموا به اللجنه الاولمبيه، هذا الشيء اللي فرحنا واللي نقدر يعني كيما نقول لك نتكلم عليه الان. فالباقي يعني ان شاء الله احنا كيما نقول لك ما خارجين عن نطاق. بارك الله فيك اخي جابر، انا اعطيت لك الكلمه باش تبقى معنا في الهفله، لانه ال 1 2 3 فوت جايه ونتكلموا على الصيف بعد. ايه ذكريني حاكم دولي سابق هكذا خبير في التحكيم، تركت النزاعات هذه شغل كل مباريات راهي تجري، شوف النهج جبدنا الكارتون جون جبدنا الكارتون روج، اعطينا رايك في هذا. لا يعني شوف انا حصل لي الشرف اني شاركت في العاب البحر الابيض المتوسط في اسبانيا في الميريا، كان سي بيراف هو رئيس اللجنه وكان رئيس الوفد تما كان معنا. اللجنه الاولمبيه عالميا au-dessous de tout. هي au-dessous يعني فوق كل الاتحادات، فوق كل، والميثاق الدولي الأولمبي لابد عليه أن يحترم. زيد حاجة واحدة أخرى، النزاعات هذه ما تجيبش الخير للرياضة بصفة عامة. ما تنساش ما سيبراف، ما تنساش راه عضو في اللجنة الأولمبية الدولية. كاينين ناس كبار منهم انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكره القدم، منهم سيباستيان كو، بالك الناس ما يعرفوش شكون سيباستيان كو. سيباستيان كو بطل عالمي في العاب القوى، راهم على بورت باش يدخلوا للجنه. عالمي رئيس الاتحاد الدولي ما دخلش الكوميتي اولمبيك، عندنا احنا جزائري في الكوميتي اولمبيك، كيما احنا في كره القدم في الكاف ما عندنا اوكي ريبريزونطون، علاه ما عندناش؟ هذا المشكل، هاو المشكل والله. لهذا لازم يا خويا انا ديريكت براف دار حاجه يا خويا روح حاسب يا خويا سرق ندخلوا الحبس. بارك الله فيك. انا نعرف هكذا، هذه انا هذه نعرف. احنا هنايا احنا واش دور تاعنا هنايا؟ تمد البطاقه الحمراء ومن بعد قاضي التحقيق يدبر راسه. يدبر راسه، انا نعرف هكذا يا هذه هي. جاوب مليح، ها جاوب مليح. قاضي التحقيق مش ان ذي باك، وين هذا؟ بصح خليني نقول لك علاش. هذا كنت هلا في الميريا هكذا، هاني نقول انا نقول كنت هلا في الميريا. شوف يا مالا حقوقي نديهم. شوف ما يمدل في يمزية درك. شوف لو كان يزيد هذا نعطيه بالحمر. لا بغل عجبني بالهضرة هذه، لا انا نقلك صح. جزائريين في زانستونس لازم نحترمه. بارك الله فيك. درك كاين خمس نقاط على بالي رضا راح يدخل باختصار. الله يعيشك رضا. شوف كاين اولا قضية فقضية نا بني دام الراح راهي تشتكي هكذا، راهي تشتكي. تفضل. حتى كنت حاب تسرق، كي واحد يسرق لازم تكون ضحية. الضحية شكون؟ ضحية الأموال نتاع اللجنة الأولمبية، ماشي أموال الدولة، أموال اللجنة الأولمبية الدولية. نعم. لي سبونسور الشركاء ما فيهاش دراهم الدولة. لماذا أنا نسأل، لماذا الناس هذوما راهم ياكلوا في روحهم؟ بصح حسنا اسمح لي سي مصطفى، اسمعوا درك نقطة بنقطة باش نربحوا الوقت هكذا. بني دام الراح راهي تشتكي
وقالت لك باللي فيه نوع من الفوضى في التسيير، فيه ضغط من شخص آخر داخل اللجنة الأولمبية، نستمع لها وماذا بينا تجاوبنا. انا ما عندي حتى واحد، وانا جو سوي كونتر حتى واحد، وما نش ضد هذا الانسان، ما بيني وبينه ما كاين والو. انا غير التسيير ما عجبنيش، كان واحد الحوايج ما عجبونيش لي كاتخوم يازاني بونطون كو اتليت، كنت كيرا ما نعرفش في الاداره ايتو، نشوف نتعلم انت تشبيت، شفت حوايج كنت راح نجبد سان موندا، كنت راح نجبد الوغ ديكو. قال لي هذوك العباد هما مريحين، هذوك اللي كتقولي عليهم على بالي داروا الشوشره وداروا الهول في الريو ومي، قال لي مريحين. قلت له خلاص سي كوم سا، قلت سيد ما دار لي والو، انا راح نخدم مع لي كاترون جايين، حطيت ما كونديداتور باش يعني الفوت تاع الكوميتي الاولمبيك حتى نشوف هذاك السيد غير هو يدور باش تاخذوا جابوه وحطوه وسي فولي سي اكسبري، وانا ما نفهمش اللعب تاعهم هما يلعبونا وانا ما خاطرني هذا اللعب. شفت السيد وجه زعفت، قلت له انا سيدي بسك هذا السيد انا نروح. قال لك لا لا ومنا سوا شونجي تو دي لي بروميير جونيور دي شوز كيف كيف كم سمحوا لي انا نروح. ما كانوش واقفين معايا رجال، وقفوا معايا رجال يا خويا جملنا الاخر تاعنا في اللجنه الاولمبيه. شنو نقول لك؟ او يقول بلي سانكسيونيهم، انا سانكسيونيني بصفتو يعني كبريزيدون سانكسيونيني. انت سانكسيوني شامبيون اولمبيك كوميتي اولمبيك، يعني هذه ما تتوقعش، والراس تاعك جا ما يقبلهاش. انا هذه اللجنه الاولمبيه، انا عندي اسمي لواحد اللجنه الاولمبيه، انا درت اسمي عند ايضا تصريح لبني دمرح، وكان يعني تكلمت كذلك على تسريب وثائق فيما يخص التسيير الى اخره الى اخره، هكذا رضا. لا لا مراد واش كنت تهضر باش نوضحوا للراي العام، تقول لك الواحد هذاك الواحد كي يخدم هي الفياليزيون العمار ابراهيميه هكذا الفياليزيون. ثانيا ممكن ما يعني شافيه شق اخر تتكلم على انه فيه تسريب لبعض الوثائق الرسميه اللي ربما ما عجبهمش الحال الناس اللي يعني الجماعه على مستوى اللجنه الاولمبيه، اما الرئيس هكذا رضا، اما الرئيس اما العضو هذا اللي ما عجبوش الحال، وبالتالي راهي تطلب هي اللي راهي تقول، ماشي احنا اللي نقوله، راهي تقول اذا كان يقدم لي دعوه لقاضي التحقيق نمشي ونتكلم. هذه بالنسبه لي بني دمر من حقها تعبر على رايها وهي محترمه، وبالفعل انا راني نقول بان هي ما راهيش محسوبه في الناس اللي تعاقبوا. الناس اللي تعاقبوها معرفوا روحهم وجاتهم رسالة رسمية باللي معاقبين. هي بطلة أولمبية ومحترمة ودايرها أنا كختي، وديما كنت محافظ عليها ومازال نحافظ عليها وما نسمح لحتى واحد باش يمسها. على كل حال هي لو فيه أي شيء خاص بالتسيير ولا شافت ولا كما قلت كان قاضي التحقيق وكان العدالة في الجزائر. أنا في الحقيقة كان فيه واحد الوقت يعني تساؤلات فيما يخص لي زور دو ميسيون كما يقولوا، اللي قال لك ما شي مطبوعين من طرف الكاف والباف لاباف وكذا. جبت واحد خبير معتمد من عند العدالة، خبير معتمد، وعطيناها يعني الاعتماد باش يحوس في اللجنه الاولمبيه في مصلحه الحسابات. وحتى صحفي طلع للجنه الاولمبيه وراجع كاع لي زور دو ميسيون في اللجنه الاولمبيه وهو معمر جبور. وهذاك الخبير جاء في الاجتماع عند المكتب التنفيذي وصرح ودار رسالة رسمية بأن ما في حتى خلاف في اللجنة في التسيير هذا تاع اللجنة الأولمبية. لكن للأسف هو باش لازم نوضح فيما يخص هذا الحكاية تاع لي فريد ميسيون. عندما يديروا واحد يروحوا ميسيون كاين دو زيكزومبلار، ان اكزومبلار يقعد في لا كونتابيليتي يمدوا لك دراهم ويمدوا لك لورد ميسيون تاعك مسيني من عند الرئيس ولا مسيني من عند الامين العام. انت كي تخرج تطبع وكي تعاود تدخل تطبع ودير عرض حال
دير لي عرض حالي بلور ديميسيون مطبوع من الخرجه والدخله. بيان سور كيما معترف كيما قال لا ديز ادمينستراسيون، انا نشوف واش فيه الرابور ديميسيون ونمد تعليمات قال هذه ولا هذه ولا. هذاك لو دوكيومون مع لور ديميسيون سيني الاخر نعطيه للتريجوري جينيرال، التريجوري جينيرال يكلاسيه في لي دوسي تاع. هما راحوا لي دوسي تاع لا كونطابيليتي، لي دوبل تاع لا كونطابيليتي ما يقدرش ما تخرجش بدو زور دو ميسيون، تخرج بواحد وواحد يقعد في لا كونطابيليتي. راحوا لهذاك اللي ما فيهش لي طومبون قال لك ما فيهش لي طومبون. هيا نزيد لك حاجه الرئيس. تفضل. دوك نعطيك زوج اسئله لو كان يسمح لي. دخلنا في لا لا قبل على اسوسيسيون مراد يقول لك بلي مصطفى بيرف وحتى اعضاء من اللجنه الاولمبيه هذو يدوا الفريد ميسيون من عند الكوميتي اولمبيك الجيريا ويزيدوا يدوا تاريخ من السيو كما يقولوا مصطفى بيرف مثلا كيجيه الدعوه من عند السيو يدي من عند الكوميتي اولمبيك وبعد كيروح لهيك هذاك يزيدوا يمدوا لي رومبورسو لي باغ اكزومبل بيكس اللي راه راجل وراه ولداته يماه يجيب الشيء اللي ثبت هذا الشيء ويجي معايا العداله تري بيان خلاص باسكو هذا اللي راه يقول هكذا راه ماشي رئيس راه يدنا للسمعه تاع براف مصطفى راه يدنا للسمعه تاع الجزائر ماهوش راجل هذا وراني نقولها ونعاودها امام هذا مع هذا الجمع الكريم بكل احترام وبكل احترام للجمهور هذا ماهوش راجل وما عندوش صفه الرجوليه وما عندوش صفه الجزائريين تري بيان مصطفى فيه جمعيه جمعية أسست مؤخرا على رأسها جمعية اتحادات الاتحادات الوطنية الوطنية سيتان كونتر يقولوا بوا. يقولوا يعني سي بور كونتر كاري هكذا سيتان كونتر بوا نستمع للسيد بوغادو. أنا راني نسمع بما اليوم بعض الـ الأشخاص راهم يقولوا بالخطأ ويقولوا هذه لجنة أو هي اتحاد موازي للجنة الأولمبية احنا ما عندنا حتى صلاحية من صلاحيات اللجنة الأولمبية وما عندنا حتى صلاحية من صلاحيات الوزارة احنا عندنا هدف واحد هو توحيد صفوف الرياضة في الجزائر. أنا والله كعضو لجنة أولمبية جمت العضوية تاعي لأسباب عديدة. اليوم أنا العمل اللي يتقام في اللجنة الأولمبية جو مسون با كونسيرني به كاع لأني أنا من ما جكونسيدير با جو سي بارتي دو سيت فامي. نظن أنه العمل اللي تقدم لحد الآن فيه جمعية عامة هي تقيم هذا العمل وفيه سلطات وطنية هي تقيم العمل هذا وفيه اتحاديات تقيم العمل والرياضيين. نعم أنت وش هي الأسباب اللي خلاتك تجمد العضوية تاعك؟ أنا عندي عدة أسباب. الأسباب اللي هي أنه اليوم فيه قرارات اتخذت خاصة على عاتق اللجنة اللي كنت فيها أنا وهي لكوميسيون كومينيكاسيون وين كانت فيه تعيين عدة صحفيين في عدة محافل دولية وأنا مع بلا دراية. هذه من الأسباب اللي خلتني كشخصي الشخصية تاعي يعني ما تخلينيش اليوم هي أو موا يوغي كونسيرتاسيون افيك ما كوميسيون ممكن كنت ولكن أنا ما نتحملش هذه من جهة. من جهة أخرى نظن أنا اليوم اللجنة الأولمبية عندها أهداف أخرى غير أهداف رياضية وكل واحد عنده جمعية عامة تاعو جمعية ما تحاسبه. وحنايا اليوم نأكد أن الأسوسياسيون اللي كون كنوز افون كريي اليوم هي اون أسوسياسيون بور غاسومبل المومون سبورتيف. اليوم أنا ندعي كل الأطراف حتى اللجنة الأولمبية أنها تتماشى مع كل الاتحاديات. الأمور واضحة أيضا، يتكلم على التداخل في الصلاحيات وتعيينات خاصة وكذلك الحفاظ على أخلاقيات الرياضة. من حقه يتكلم ورا اللي قلت أنا في عدة مرات قلت لي جاب قرعة ما يحاسبنا بها. أنا نضم لي واحد في الناس هذو اللي راهم يتكلموا ما جاب قرعة ما للجنة الأولمبية. كاش واحد جاب قرعة ما يقول أنا جبت هذه ولا هذه ولا هذه. أنت كي تكون عضو في جمعية ولا في منظمة ولا تقول أنا خدمت وجبت. هذو ما عندهم 4 شهور ولا 5 شهور من انتخبوا في اللجنة الأولمبية بدينا صاي جندوا العضوية إيه خلاص سيبون جندوا خلاص روحوا ديميسيونيو. لا تجمدوا ما ديميسيونيو إيه ما ديميسيونيوش. هذا الحالة اللي راهم فيها ما ماشي محطوطة في القانون لا في اللوائح ولا في القانون الداخلي تاع اللجنة الأولمبية. كونتوني نوم اون ديميسيون
اون ادير ولا اون ديميسيون. انا لو كان ما يعجبنيش الحال ديميسيوني. واحد الوقت جيت قلت جو ديميسيون بقاو على خير. كان شاوش طياره قال لي واش بيك مستر بقاو على خير خلاص من اليوم. رفضت قلت للشوفر وصلني لداري انا داك وصلني قلت له شوف واش عندي اشياء شخصيه شي. وصلني للدار قلت له غدوه جيب لي الحوايج تاوعي لي شخصي. طلعت للدار قال لي لو كنت نجي غدوه. قلت له ما تقدرش تجيني خلاص انا مانيش هكذا. سنيت دونك سنيت لا ديميسيون تاعي بعثها لا بياس بعثها كاع الاطراف. شحال عندها؟ هذه 2002 بعثها لكاع الاطراف. درت شاوش من فوق ضغوطات كبيره من فوق. قال لك انت عارف انت تعرف باننا من هو على باله مليح لانه يعرف مليح التاريخ تاع الرياضه ويعرف بلي انا ما نرجعش ما عنديش المارشالي. المهم الامر درت نوت دانتيريم شاوش طياره الله يذكره بالخير. كان انا داك برومي فيس بريزدون ورحت للدار اي فو اتر اوم. قال هاي لا ديميسيون بقاو على خير عضويه نجمد ما قلنا لك والو يا خويا. جيت حاب تخدم مرحبا بك هاي الباب مفتوح ما تحبش تخدم روح لدارك. تري بيان سي مصطفى براف. فيه نقطتين باختصار جدا يقولوا انه الوزير رفع دعوه قضائيه بالسيد ما نقولوش مصطفى براف ولا رئيس اللجنه الاولمبيه هل صحيح؟ لا مرحبا به هو مرحبا به. يقولوا رفع دعوه يعني شكوى دعوه قضائيه فيما يخص دعوة قضائية. أنا ما نقدرش نقول لك يعني ما عنديش ما شفتش الملف ولكن يقال هل هذا صحيح أم لا. أنا ما جاني والو ومرحبا به ومدى به هو إلا هو رفع دعوة قضائية ضدي. هو يجي معايا للعدالة همني اللي يرفع دعوة أكيد. هو يجي معايا للعدالة ويبين برهانه أمام العدالة وأمام الشعب الجزائري اللي راه يهضر هكذا يجيب هذا فوق هذه ما كانش فوق هذه ما كانش. افير بنزيما تفضل رضا. لا افير بنزيما هذه دارت الكثير من الجدل ولا على هذاك ويسمى الاستحقاق. وحتى انا شفنا باللي لو جوار نورمالمون يلا ريفوزي ولا ما حبش يجي ولا ما جاش ولا ريفوزي اللي تري كونتون تري جور دو سات ديستانكسيون سي سور. وهذه باش تفهم مليح إشارة ضد العنصرية اللي راه عايشها هو وعايشينها كاع الجالية الجزائرية في صح. الخارج فهمتني. هو الجزائري كان جاي بالباسبور الجزائري ومع ولادو بلي باسبور الجزائري وما قدم للجزائري. أنا قلت هذا السيد هذا الرياضي الرئيس انا اللي معاك يا اخي كلش انا معاك واش قدم للجزائر ان شاء الله نكون مع الحق بصح كيما هذا تعطي له وسام الاستحقاق. الجزائر مرحبا بها وخونا بصح وسام الاستحقاق معناتها كي قريت انا الميثاق الاولمبي وسام الاستحقاق انه قدم خدمه لبلدي دو كيما هذا واش قدم تعطي لي واش قدم بنزيما. المفهوم تاعك فيه يعني قريت انا في فرنسا يا اخي دخلوا باغ اكزومبل نفس الميثاق الاولمبي وسام الاستحقاق انه استحق هذاك الوسام لما قدمه لوطنه. الوسام لا ما عندوش علاقه هذا وسام الاستحقاق الاولمبي. لا ماشي وسام الاستحقاق. لا تكلم انت على وسام استحقاق الدوله الجزائريه فيما قدم للجزائر للرياضة الأولمبية. هذا اللجنة الأولمبية عندها بلوزيور فيلوزوفي. لا بريمير فيلوزوفي سي القيم الأولمبية والفير بلي والاحترام نتاع الغير وكذا وكذا كاع القيم طريبي. الأولمبية والرياضية العالمية. وهذا السيد هذا سي باش نكونوا متفاهمين احنا عمره ما تخلى على الدين تاعو وما تخلاش على وطنه. جاي باش يروح لبجايه وباش يروح للمغرب شي حاجه وطلب حاجه ما تفهمش. اسمح لي كيراك تقول لي انت باللي جاي الوطن وعلى ما وعلى ما مديناش بريزيدون دي كوميتي اولمبيك تاع كوبا وبريزيدون لا ريبوبليك تاع لا هونغري البريزيدون تاع الكوميتي اولمبيك تاع فرنسا وعلى ما عندنا نور دو ميريت نتاع الاجنبيين عندنا اور دو ميريت تاع اللاعبين والمدربين وفرقاني برلومي خالف داوي سامح الاستحقاق
هناك ولا حل وفيه وسام الاستحقاق. رأي مصطفى خير كنا كنا نضرب. لا رأي لا أنا أنا رأي تاني لك تقولي جاي. أنا أقول أنت أولي بروبلم في جيب جاي. شوف إذا كان جاي. أنا طالع لك سؤال برك سام مصطفى. اسمح لي أنت بلق ماكش فرحان. 5 مليون. لا لا مسيش. اسمح لي. لا مسيش فرحان. أنا بنزيما سيطر. خليني نقصر لك. 5 مليون. زيمي قري فرحوا بهذا. اسمع. شوف زيمي قري هادو كم ولادنا وخاوتنا. أنا عندي فاميلي أنت عندي فاميلي. شوف ساعات تقولي أعطيني وسام الاستحقاق. بس كاستحق حاجة واستحق. احنا نخرجوا الفاصل ان شاء الله ونوليو في هذه النقطه بالذات نكملوها فاصل ثم نعود. الجزء الثاني من حصتكم حصة بعد التسعين كنا مع الأزدوز وحصينة اللجنة الأولمبية. سي جابر قلت رئيس ديريكتوار لوفاق سطيف كنت تبعت يعني الحوار اللي دار بيننا وبين رئيس اللجنة الأولمبية وعرفت كذلك النزاعات فيه نزاعات بين الاتحاديات واللجنة بين اللجنة والوزارة يعني شيء اللي عرفناه احنا صحافين ولكن انتوما كرياضيين بصفتك يعني كمسير كيفاش تشوف هذا الشيء هذا؟ والله يعني كما يقول لك النزاعات هذه يعني في كل مجالات الرياضة يعني احنا كنا ندروها باللي راهي غير لتحت ولكن يعني رانا نشوفوا فيها راح تطلع راهي لحقت حتى الصومي تاعها. نعم كما يقول لك يعني شيء ما نتمنواش يعني يكون هكذا ولكن يعني شيء مؤسف ونتمنوا هذه النزاعات يعني نشوفوا النزاعات بنال يعني ما يعني واش راني نسمع انا سمعت يعني في الصحافه وزدت يعني سمعت الان في عبر المنبر هذا. نعم يعني نشوف يعني في كل احتراماتي كاين امور يعني مستوى يعني ما كان حتى حاجه يعني انسان يشكي بشخص على جال واحد الحوايج تافهين سمعت انا التوني والله ما على باليش كاين حوايج يعني كيما نقولوا هكذا ما نلوموش احنا واش راه صار لتحت. نعم ولكن نتمناو ان شاء الله هذه الامور هذه نتجاوزوها. وبالجانب اخر يعني رانا كيما يقول لك ماهوش قاعد قدامي الرئيس سي مصطفى بيراف بالك عندنا شويه يعني درايه وشويه حنكه مع بعض الرياضيين في ولايه سطيف نتكلم على ولايه سطيف عامه سواء في الرياضات الجماعيه او الرياضات كيما نقول لك الفرديه على العموم يعني مستعرفين بالعمل والجهد الكبير اللي يقوموا به اللجنه الاولمبيه هذا الشيء اللي فرحنا واللي نقدر يعني كيما نقول لك نتكلم عليه الان فالباقي يعني ان شاء الله احنا كيما نقول لك ما خارجين عن النطاق. بارك الله فيك اخي جابر انا عطيت لك الكلمه باش تبقى معنا في الفلاو لانه ال 1 2 3 فوت جايه ونتكلموا على الصيف ايه ذكريني حاكم دولي سابق هكذا خبير في التحكيم تركت النزاعات هذه شغل كل مباريات راهي تجري شوف لنا جبد لنا الكارطون جون جبد لنا الكارطون روج اعطينا رايك في هذا. لا يعني شوف انا حصل لي الشرف اني شاركت في العاب البحر الابيض المتوسط في اسبانيا في الميريا كان السي بيراف هو رئيس اللجنه وكان رئيس الوفد تما كان معنا اللجنه الاولمبيه عالميا au-dessous de tout. هي au-dessous يعني فوق كل الاتحادات فوق كل والميثاق الدولي الأولمبي لابد عليه أن يحترم. زيد حاجة واحدة أخرى النزاعات هذه ما تجيبش الخير للرياضة بصفة عامة ما تنساش ما سيبراف ما تنساش عضو في اللجنة الأولمبية الدولية كاينين ناس كبار منهم انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم منهم سيباستيان كو بالك الناس ما يعرفوش شكون سيباستيان كو سيباستيان كو بطل عالمي في العاب القوى راهم على بورت باش يدخلوا للجنة عالمي رئيس الاتحاد الدولي ما دخلش الكوميتي اولمبيك عندنا احنا جزائري في الكوميتي اولمبيك كيما احنا في كره القدم في الكاف ما عندنا اوكي ريبريزونطون علاه ما عندناش هذا المشكل هاو المشكل وراه لهذا لازم يا خويا انا ديريكت براف دار حاجه يا خويا روح حاسب يا خويا سرق ندخلوا الحبس بارك الله فيك انا نعرف هكذا هذه انا هذه نعرف احنا هنايا احنا واش كنا هنايا تمد البطاقه الحمراء ومن بعد قاضي التحقيق يدبر راسه يدبر راسه انا نعرف هكذا يا هذه هي جاوب مليح ها جاوب مليح التحقيق مش انضباط هو يمد هذا بصح خليني نقول لك علاش هذا كنت هلا في الميريا هكذا هاني نقول انا نقول كنت هلا في الميريا شوف شوف يا مالا حقوقي
بديهم. شوف شوف ما بدلش فيا مزيه درك شوف لو كان يزيد هضر اعطيه بالحمر. لا لا ما عجبني بالهضره هذه عجب لا انا نقول لك صح الجزائريين لي زانستونس لازم نحترمهم. بارك الله فيك. درك كاين خمس نقاط على بالي رضا راح يدخل باختصار الله يعيشك رضا. شوف كاين اولا قضيه تاع فقضيهنا بالنداء من راح راهي تشتكي هكذا راهي تشتكي. تفضل. حتى كنت حاب تسرق كي واحد يسرق لازم تكون ضحية. الضحية شكون؟ ضحية الأموال نتاع اللجنة الأولمبية مش أموال الدولة، أموال اللجنة الأولمبية الدولية. نعم لي سبونسور الشركاء ما فيهاش دراهم الدولة. لماذا أنا نسأل لماذا الناس هذوما راهم ياكلوا في روحهم؟ بصح استنى اسمح لي سي مصطفى اسمعوا درك نقطة بالنقطة باش نربحوا الوقت هكذا. بالنداء من راح راهي تشتكي وقالت لك باللي فيه نوع من الفوضى في التسيير، فيه ضغط من شخص اخر داخل اللجنه الاولمبيه. نستمع لها وماذا بينا تجاوبنا. انا ما عندي حتى واحد وانا جو سوي كونتر حتى واحد ومانيش ضد مانيش ضد هذا الانسان. ما بيني وبينه ما كاين حتى انا غير التسيير ما عجبنيش. كان واحد الحوايج ما عجبونيش لي كاتر ميازاني بون طونك اتليت كنت كيرا من عشر الاداره تو نشوف ونتعلم انت تشويت شفت حوايج كنت راح نجبد فان موندا كنت راح نجبد نجبد الوغ ديكو قال لي هذوك العباد هما مرايحين هذوك اللي كتقول عليهم على بالي داروا الشوشره وداروا الهول في الريو ومي قال لي هما رايحين قلت له خلاص سي كوم سا التسيير ما دار لي وانا راح نخدم مع لي كاتر الجايين حطيت ما كونديداتور باش يعني يعني الفوت تاع الكوميتي الاولمبيك حتى نشوف هذاك السيد غير هو يدور باش تاخذوا جابوه وحطوه وسي فولي سي اكسبري وانا ما نفهمش اللي فتحهم هما يلعبونا وانا ما خطاني هذا اللعب شفت السيد وجزفت قلت له انا سيدي باش كان السيد انا نروح قال لك لا لا ومن هنا سوا شونجي تو دي لي بروميير جونيور شفت دي شوز كيف كيف كم سمحوا لي انا نروح ما كانوش واقفين معايا رجال وقفوا معايا رجال يا خويا جمدنا الاخر تاعنا في الجمعيه في اللجنه الاولمبيه شو نقول لك او يقول بلي سانكسيونيهم انا سانكسيونيني بصفتو يعني كبريزيدون سانكسيونيني انت سانكسيوني في الشامبيون اولمبيك الكوميتي اولمبيك يعني هذه ما تتوقعش والراس تاع الجا ما يقبلهاش انا هذه اللجنه الاولمبيه انا عندي اسمي لواحد اللجنه الاولمبيه انا درت اسمي عند ايضا تصريح لبني دمرح وكان يعني تكلمت كذلك على تسريب وثائق فيما يخص التسيير الى اخره الى اخره هكذا رضا. لا لا مراد واش كنت تهضر باش نوضحوا للراي العام تقول لك الواحد هذاك الواحد كاو يخدم هي الفياليزيون العمار ابراهيميه هكذا الفياليزيون. ثانيا ممكن مع يعني فيه شق اخر تتكلم على انه فيه تسريب لبعض الوثائق الرسميه اللي ربما ما عجبهمش الحال الناس اللي على الجماعه على مستوى اللجنه الاولمبيه اما الرئيس هكذا رضا اما الرئيس اما العضو هذا اللي راه ما عجبوش الحال وبالتالي راهي تطلب هي اللي راهي تقول ماشي احنا اللي انا نقوله راهي تقول اذا كان يقدم لي دعوه لقاضي التحقيق نمشي ونتكلم هذه بالنسبه لي بني دمر يا من حقها تعبر على رايها وهي محترمه وبالفعل انا راني نقول بان هي ما راهيش محسوبه في الناس اللي تعاقبوا الناس اللي تعاقبوها معرفوا روحهم وجاتهم رسالة رسمية باللي معاقبين هي بطلة أولمبية ومحترمة ودايرها أنا كيختي وديما كنت محافظ عليها ومازال نحافظ عليها وما نسمح لحتى واحد باش يمسها على كل حال هي لو فيه أي شيء خاص بالتسيير ولا شافت ولا كما قلت كان قاضي التحقيق وكان العدالة في الجزائر أنا في الحقيقة كان فيه واحد الوقت يعني تساؤلات فيما يخص لي زور دو ميسيون كما يقولوا اللي قال لك ما جي مطبوعين من طرف الكاف والباف لاباف وكذا جبت واحد خبير معتمد من عند العدالة خبير معتمد وعطيناها يعني الاعتماد باش يحوس في اللجنة الأولمبية في مصلحة الحسابات وحتى صحفي طلع للجنة الأولمبية
وراجع كاع لي زور دو ميسيون في اللجنه الاولمبيه وهو معمر جبور. وصح وهذاك الخبير جاء في الاجتماع على المكتب التنفيذي وصرح ودار رساله رسميه بان ما في حتى خلاف في اللجنه في التسيير هذا تاع اللجنه الاولمبيه. لكن للاسف هو باش لازم نوضح فيما يخص هذا الحكايه تاع لي فريد ميسيون. عندما يديروا واحد يروحوا ميسيون كاين دو زيكزومبلار، ان اكزومبلار يقعد في لا كونطابيليتي يمدوا لك دراهم ويمدوا لك لورد ميسيون تاعك مسيني من عند الرئيس ولا مسيني من عند الامين العام. انت كي تخرج تطبع وكي تعاود تدخل تطبع ودير عرض حال، دير لي عرض حال ليا بلورد ميسيون مطبوع من الخرجه والدخله. بيان سور كيما معترف في كيما قال ديز ادمنستراسيون انا نشوف واش فيه الرابور دو ميسيون ونمد تعليمات قال هذه ولا هذه ولا هذاك لو دوكيومون مع لورد ميسيون سيني الاخر نعطيه للتريجوري جينيرال. التريجوري جينيرال يكلاسيه في لي دوسي تاع هما راحوا لي دوسي تاع لا كونطابيليتي لي دوبل تاع لا كونطابيليتي. ما يقدرش ما تخرجش بدو زور دو ميسيون، تخرج بواحد وواحد يقعد في لا كونطابيليتي. راحوا لهذاك اللي ما فيهش لي طومبون قال لك ما فيهش لي طومبون. هاي نزيد لك حاجه الرئيس تفضل. دوك نعطيك زوج اسئله لو كان تسمح لي. دخلنا في لا قبل الاسوسياسيون مراد يقول لك باللي مصطفى بيرف وحتى اعضاء من اللجنه الاولمبيه هذو يدوا الفريد ميسيون من عند الكوميتي اولمبيك الجزائري ويزيدوا يدوا تاريخ من السيو. كما يقولوا مصطفى بيرف مثلا كيجيه الدعوه من عند السيو يدي من عند الكوميتي اولمبيك وبعد كي يروح لهيك هذاك يزيدوا يمدوا لي رومبورس ولي بار اكزومبل بيكس اللي راه راجل وراه ولداته يماه يجيب الشيء اللي ثبت هذا الشيء ويجي معايا العداله. تري بيان خلاص باسكو هذا اللي راه يقول هكذا راه ماشي رئيس راه يدنا للسمعه تاع براف مصطفى، راه يدنا للسمعه تاع الجزائر ماهوش راجل هذا. وراني نقولها ونعاودها امام هذا مع هذا الجمع الكريم بكل احترام وبكل احترام للجمهور، هذا ماهوش راجل وما عندوش صفة الرجولية وما عندوش صفة الجزائريين. طيب يا مصطفى فيه جمعية تأسست مؤخرا على رأسها جمعية الاتحادات الوطنية سي تان كونتر بوا. يقولوا يعني سي بور كونتر كاري سي تان كونتر بوا. نستمع للسيد بوغادو. انا راني نسمع بما اليوم بعض الاشخاص راهم يقولوا بالخطا ويقولوا هذه لجنه او هي اتحاد موازي للجنه الاولمبيه. احنا ما عندنا حتى صلاحيه من صلاحيات اللجنه الاولمبيه وما عندنا حتى صلاحيه من صلاحيات الوزاره. احنا عندنا هدف واحد هو توحيد صفوف الرياضه في الجزائر. انا والله كعضو لجنه اولمبيه جمدت العضويه تاعي لاسباب عديده. اليوم انا العام اللي يتقام في اللجنه الاولمبيه جو مسون با كونسيرني به كاع لاني انا ما كونسيدير با جو سي بارتي دو سيت فامي. نظن انه العام اللي تقدم لحد الان فيه جمعيه عامه هي تقيم هذا العمل وفيه سلطات وطنيه هي تقيم العمل هذا وفيه اتحاديه تقيم عمل والرياضيين. نعم انت وش هي الاسباب اللي خلاتك تجمد العضويه تاعك؟ انا عندي عده اسباب. الأسباب هي أنه اليوم فيه قرارات اتخذت خاصة على عاتق اللجنة اللي كنت فيها أنا وهي لكوميسيون كومينيكاسيون وين كانت فيه تعيين عدة صحفيين في عدة محافل دولية وأنا مع بلا دراية. هذه من الأسباب اللي خلتني كشخصي الشخصية تاعي يعني ما تخلينيش اليوم هي أو موا يوغي كونسيرتاسيون افيك ما كوميسيون ممكن كنت ولكن أنا ما نتحملش هذه من جهة. من جهة أخرى نظن أنا اليوم اللجنة الأولمبية عندها أهداف أخرى غير أهداف رياضية وكل واحد عنده جمعية عامة تاعو جمعية ما تحاسبو. وإحنا اليوم نأكد أن الأسوسياسيون اللي كنا زافون كخي اليوم هي أسوسياسيون بور غاسومبل مومون سبورتيف. اليوم أنا ندعي كل الأطراف حتى اللجنة الأولمبية أنها تتماشى مع كل اتحاديات. الأمور واضحة أيضا، يتكلم على تداخل في الصلاحيات وتعيينات خاصة وكذلك الحفاظ على أخلاقيات الرياضة. من حقه يتكلم وراني قلت أنا في عدة
مرات قلت اللي جاب قرعه ما يحاسبنا بها. انا نضم لي واحد في الناس هذو اللي راهم يتكلموا ما جاب قرعه ما للجنه الاولمبيه. كاش واحد جاب قرعه ما يقول انا جبت هذه ولا هذه ولا هذه. انت كي تكون عضو في جمعيه ولا في منظمه ولا تقول انا خدمت وجبت. هذو ما عندهم 4 شهور ولا 5 شهور من انتخبوا في اللجنه الاولمبيه بدينا صاي جندوا العضويه يا خلاص سي بون جندتو خلاص روحوا ديميسيونيو. لا تجمدوا ما ديميسيونيوش. ايه ما ديميسيونيوش. هذا الحاله اللي راهم فيها ما ماشي محطوطه في القانون لا في اللوائح ولا في القانون الداخلي تاع اللجنه الاولمبيه. كونت اون نوم اون ديميسيون اون ادير ولا اون ديميسيون. انا لو كان ما يعجبنيش الحال ديميسيوني. واحد الوقت جيت قلت جو ديميسيون بقاو على خير. كان شاوش طياره قال لي واش بيك مستر بقاو على خير خلاص من اليوم. رفضت قلت للشوفر وصلني لداري انا داك وصلني قلت له شوف واش عندي اشياء شخصيه شي وصلني للدار قلت له غدوه جاب لي الحوايج تاوعي لي شخصي. طلعت للدار قال لي لو كنت نجيك غدوه قلت له ما تقدرش تجيني خلاص انا مانيش هكذا سنيت دونك سنيت لا ديميسيون تاعي بعثها لابياس بعثها كاع الاطراف. شحال عندها؟ هذه 2012 بعثها لكاع الاطراف. درت شاوش من فوق ضغوطات كبيره من فوق. قال لك انت عارف انت تعرف باننا من وهو على باله مليح لانه يعرف مليح التاريخ تاع الرياضه ويعرف بلي انا ما نرجعش ما عنديش المرجعيه. المهم الامر درت نوت دانتيريم شاوش طياره الله يذكره بالخير. كان انا داك برومي فيس بريزدون ورحت للدار اي فو اتر اوم. قال هاي لا ديميسيون بقاو على خير هاي عضويه نجمد كذا. ما قلنا لك والو يا خويا جيت حاب تخدم مرحبا بك هاي الباب مفتوح ما تحبش تخدم روح لدارك. تري بيان سي مصطفى براف فيه نقطتين باختصار جدا يقولوا انه الوزير رفع دعوه قضائيه بالسيد ما نقولوش مصطفى براف ولا رئيس اللجنه الاولمبيه هل صحيح؟ لا مرحبا به هو مرحبا به يقولوا رفع دعوه يعني شكوى دعوه قضائيه فيما يخص دعوة قضائية. أنا ما نقدرش نقول لك يعني ما عنديش ما شفتش الملف ولكن يقال هل هذا صحيح أم لا؟ أنا ما جاني والو ومرحبا به وماذا بيه هو إلا هو رفع دعوة قضائية ضدي. هو يجي معايا للعدالة فهمني اللي يرفع الدعوة هو يجي معايا للعدالة ويبين برهانه أمام العدالة وأمام الشعب الجزائري اللي راه يهضر هكذا يجيب هذا فوق هذه ما كانش فوق هذه ما كانش. افير بنزيما تفضل رضا. لا افير بنزيما هذه دارت الكثير من الجدل ولا على هذاك ويسمى الاستحقاق. وحتى انا شفنا باللي لو جوار نورمالمون يلا ريفوزي ولا ما حبش يجي ولا ما جاش. لا ريفوزي اللي تري كونتون تري جور دو سات ديستانكسيون سي سور. وهذه باش تفهم مليح إشارة ضد العنصرية اللي راه عايشها هو وعايشينها كاع الجالية الجزائرية في الخارج فهمتني. هو جزائري كان جاي بالباسبور الجزائريان ومع ولادو بلي باسبور الجزائريان وما قدم للجزائر. أنا قلت هذا السيد هذا الرياضي الرئيس انا معاك يا اخي كلش انا معاك واش قدم للجزائر ان شاء الله نكون مع بصح كيما هذا تعطي له وسام الاستحقاق الجيريا مرحبا بها وخونا بصح وسام الاستحقاق معناتها كي قريت انا الميثاق الاولمبي وسام الاستحقاق انه قدم خدمه لبلدي دو كيما هذا واش قدم اعطي لي واش قدم بنزيما المفهوم تاعك فيه يعني قريت انا في فرنسا يا اخي نحن باريكزومبل نفس الميثاق الاولمبي وسام الاستحقاق انه استحق هذاك الوسام لما قدمه لوطني الوسام. لا ما عندوش علاقه هذا وسام الاستحقاق الاولمبي. لا ماشي وسام الاستحقاق. لا تتكلم انت على وسام استحقاق الدوله الجزائريه فيما قدم للجزائر للرياضه هي اللجنه الاولمبيه. هذا اللجنه الاولمبيه عندها بلوزيور فيلوزوفي. لا بروميير فيلوزوفي سي القيم الاولمبيه والفير بلاي
والاحترام نتاع الغير وكذا وكذا كاع القيم الاولمبيه والرياضيه العالميه. وهذا الشيء هذا شيء باش نكونوا متفاهمين، احنا عمره ما تخلى على الدين تاعو وما تخلاش على وطنه، جاي باش يروح لبجايه وباش يروح للمغرب شي حاجه وطلب حاجه ما تفهمش. اسمح لي كيراك تقول لي انت باللي جاي الوطن، وعلى ما مديناش بريزيدون دي كوميتي اولمبيك تاع تاع كوبا، وبريزيدون لا ريبوبليك تاع لا هونغري، البريزيدون تاع الكوميتي اولمبيك تاع فرنسا، وعلى ما عندنا نور دو ميريت تاع الاجنبيين، عندنا اور دو ميريت تاع اللاعبين والمدربين وفرقاني برلومي خالف داو وسام الاستحقاق وفيه وسام الاستحقاق. راي مصطفى يا اخي كي نقول نهضر انا راي انا راي ثاني راك تقول لي جاي انا قلت انت وي بروبليم كي تجي بجاي. شوف اذا كان نطرح لك سؤال برك سي مصطفى اسمح لي، انت بالك ماكش فرحان 5 مليون لا لا ماشي معليش اسمح لي، لا ماشي ماشي فرحان هذا بنزيما سي ترى يخليني نقصر لك 5 مليون جي ميغري فرحوا بهذا اسمع تقريبا زي ميغري هذوك ولادنا وخاوتنا. انا عندي فاميلي انت عندك فاميلي شوف حتى تقول لي نعطي وسام الاستحقاق باسكو استحق حاجه واستحق. حنا نخرجوا الفاصل ان شاء الله ونوليو في هذه النقطه بالذات نكملوها فاصل ثم نعود. الجزء الثالث من حصتكم حصة بعد التسعين بقناتكم قناة البلاد تي في. قبل ما نمر لركن 1 2 3 فوت والمشاركة مشاركة الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية وكذلك التحكيم، اليوم معنا محمد زكريني على كل حصيلة مختصرة فيما يخص التحكيم بالنسبة للمرحلة الشتوية. كنا في نقطة لحساسة وتكلموا عليها خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، في آراء مختلفة على كل حال، البعض غير راضي والبعض ممكن اللي يشوف فيه راضي كما قال سي مصطفى براف، قال لي زيميغري يعني الاخواننا اللي بالمهجر رضاوا بهذا التكريم هذا او يعني وسام الاستحقاق، رضا غير راضي تماما. لماذا؟ لانه يشوف انه هذا ما قدمش للجزائر طبقا لماده من المواد يعني في القانون فيما يخص اللجنه الاولمبيه. ولكن انا حتى انا يعني نعطي رايي هكذا رضا لازم نعطي رايي، انا نقول بالنسبه لي الجزائر ارتكبت خطا، هو الوسام وسام الاستحقاق اللي قدمه الرئيس المخلوع وشقيقه سعيد بوتفليقة لزيدان، هذه الأولى، وكنا ما كناش راضيين تماما، ولكن كانت عصابة وكان ضغط وكان كذا، ما تقدرش يعني تعطي رأيك كما اليوم الحمد لله انفتاح أكثر. اليوم أنا رأيي كذلك نشوف أنه فيه خطأ آخر. بالنسبة لي أنا الاستحقاق هذا ما لازمش يروح في اتجاه بنزيما. لماذا؟ لأنه فيه رياضيين كثير كثيرين اللي قدموا للجزائر. إذا كان بقينا غير في رياضة كرة القدم برك نجيو مثلا من 54 ونجيو فريق جبهة التحرير الوطني ولو خداو الاستحقاق على بالي، لا أني نقول يعني بصفة عامة فريق جبهة التحرير الوطني 82 خلف محي الدين كمدرب يعني اللاعبين مرزقان بلومي ماجار دحلب وغيرهم يعني نجيو مثلا كرمالي سعدان وغيرهم بالماضي محرس كلها اسمحوا لي اذا كان نسيت، ولكن احنا نشوفوا في هذه الشخصيات اللي قدمت الجزائر محرس قلت محرس بالماضي فكل هذا هكذا نشوفوا احنا الاستحقاق. بينما يمشي الاستحقاق لبنزيما اللي ما قدم حتى شيء للجزائر، عجبتني في حاجه قلت يدخل في اطار نتاع العنصريه، هذا متفق معك 100%، ولكن اذا كان دخلوه في اطار الاستحقاق وما قدموا احنا يعني انا شخصيا ما نشوفش هذا. انا برك باختصار يعني جواب قصير جدا باش نمر للمشاركه الجزائريه، انا نشوف ك ك ك ك كرياضي كاعلامي برك نشوف هل يعني هذه الفكره هذه جات من الفوق باسكو تعودنا قال يعيطوا له من الفوق لاسباب سياسيه ولا امور اخرى، وقالت يا سي براف هاو الاتجاه اللي تمشي فيه، اذا كان ما جاتش من الفوق كيفاش تم الاختيار وراك تقول على اساس عنصريه؟ والله ما عندها حتى علاقه خلاص. ولا مع الفوق ولا مع التحت، كان فيه اقتراح من طرف اخوان مهتمين بالرياضه في الجاليه وهما اقترحوه وانا قدمت
القضية المكتب التنفيذي ودرسناها وخدينا القرار بكل سيادة. ونقول لك بأن الأخ هذا هذا البطل هذا اللي راح من أحسن هدافين في أوروبا ما هو متخلي على الدين تاعو ما هو متخلي على بلاده. ونزيد نقول لك شي بالك أنا وأنا مسؤول عليه كاين بزاف اللي ما عجبهمش الحال العنصريين وبعض من بزاف الشعوب في أوروبا ما عجبهمش الحال لأن فهموا بأن هذه إشارة ضد العنصرية اللي راهم عايشينها اللي جيميغري تاوانا اللي جيميغري تاوانا سيسون نو زونفون وسي نو سوم فيير نو سوم حنا فخورين احنا بليزوريجين تاعو ماناش نهضروا على لي زيميغري زيميغري اولادنا. نعطيك مثال حرشاش بالباي سي دي جون اللي مقدموا للكره الجزائريه وكيما بار اكزومبل بالباي ان سيرتان بالباي اللي كان في ليكيب ناسيونال طرحت رجله لا كارير تاعو راحت على جال ليكيب ناسيونال على جال الوطن هاو قدم للوطن صح صلي عندي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم الاقتراح يجي من طرف الاتحاديه الجزائريه تاع كره القدم بار اكزومبل واحد الوقت انا حبيت ان نمد وسام الاستحقاق العنطر يحيى والدوزيام اريا سنترال بوغرا رئيس الاتحاديه انا ذاك قال لي لا تمد الواحد لان لو تمد بجوج لازم تمد لهم كاع تمد للكابيتان ديكيب وقتو عطينا لوسام الاستحقاق لعنتر يحيى انت تفكر في هذا محرز عطيناه الوسام بلومي عطيناه الوسام فرقاني باقتراح من الاتحاديه الجزائريه بالتنسيق معنا. بارك الله فيك سي مصطفى يعطيك الصحه على كل حال أك... لا احنا ايزون كافير دي بروبوزيسيون فهمت سي مصطفى احنا لازم كل واحد اك تسمعني احنا موضوع كيما هذا لازم نخرجوه للعلن هكذايا يعني. اذا كان خارج الوطن في اطار العنصريه احنا وطنيين احرار انا والرضا وجماعه وطنيين احرار ولكن الوحدين احنا نشوفوا فيها من حقك من حقك كل واحد كل واحد حقه ما هوش مشكل هذا راه يكون احترموه بارك الله فيك نقول لك بان برك حاجه يعني بان ما في حتى علاقه مع اي ضغط الله يبارك خلاص شكون هذا دوك تسجلت كيكون عنده الوقت نظموا امور ربيع وزيد نقول لك فيما يخص ماجر والفريق الوطني الجزائري وكذا وبالماضي راهي مبرمجه باش ان شاء الله في اخر جانفي فيه لي زوار تاع سبور الجزائري ان شاء الله يكون الامر ان شاء الله. اذا معليش راك باقي معنا تعطينا كلمه اخيره بعد ما نمروا للمشاركه الجزائريه باش ممكن كلمه اخيره رضا فيما يخص بالباي مربوط بالاتحاديه الجزائريه لكره القدم لانه كان بليسي كان من المفروض الاتحاديه هي اللي تاخذ بجد او تاخذ بالامر هذايا خاص بهذا اللعب اذا مع ركن اخر اللي هو 1 2 3 فوت المشاركة الجزائرية في المنافسات الإفريقية شبيبة القبائل اتحاد الجزائر والبارادو ونادي البارادو نبدأ بك رضا كلمة باختصار وكذلك جابر بصفته يعني كرئيس مراد باستثناء ربما نادي بارادو اللي إلى رولونسي الحظوظ تاعو أعتقد أنه اتحاد العاصمة رهن نوعا ما من الحظوظ تاعو اللي عندما انهزم أمام صن داونز من جديد صح كاين فرق بين لاكوب لاكاف كأس الكاف نهضر على المشاركة الجزائرية في المنافسات الإفريقية نعم. في منافسة كأس الكاف نادي بارادو بالفوز تاعو أمام مشكور إنيبا النيجيري اعتقد انه خلى ابقى على الحظوظ تاعو وبامكانه يقتطع تاشيره المرور الى الدور الربع النهائي. فيما يخص اتحاد العاصمه بهزيمته في ميدانه ملعب مصطفى تشاكر اعتقد انه رهن الحظوظ تاعو ولو انه ما نقدروش نلومه على اتحاد العاصمه لانه راه يعاني الامرين راه يعاني من سياسيا ورياضيا. شبيبه القبائل فيما يخص شبيبه القبائل شفنا بدا انهزام امام الرجاء البيضاوي وين كنا شفنا مستوى ماشي نقولوا مستوى كبير بين الرجاء وبين شبيبة القبائل ما أظهرت أي شيء. النقطة السلبية يا مراد اللي صرات
في المباراة تاع الشبيبة القبائل ولازم نتكلموا عليها هو الفضيحة. اي خايا جاية في جورنال ماك، اي جورنال ماك. على كل حال هنا بين الرجاء بين الكرة المغربية والكرة الجزائرية هنا يبان الاحتراف بالنسبة لي ثلث أو أربع فرق على مستوى المغرب وثلث أو أربع فرق في الأخير خلاص هذه برك. اسمح لي برك، عيب أنه الرجاء شفنا التيران تاعهم تيران ناتورال عشب طبيعي وشبيبة القبائل نورمال تكون لوكوموتيف دو فوتبول الجيريا تلعب في السانتيتيك سي با نورمال. سي جابر كيفاش نتوما كنادي صيف كيفاش تشوفوا هذه النوادي؟ ولو النادي صيف احنا نفتخر به لانه قدم الكثير وعرف هذه المنافسه. باش نشوفوا باش استاد اللي كان كما يقول لك البطوله الافريقيه سواء الشامبيونز ليغ ولا الكاف، لو كان نحضروا لها لازم نحضروا لها من كل جوانب سواء ماديا ولا كما نقول لك لوجيستيك ماديا وكذا. الا كان راح لها هكذا كلافغليت رايح كما نقول لك كما اتحاد الجزائر يعني شيء مؤسف للاخر المرحله اللي راه يفوت عليها دركا يعني العام والخاص على باله بلي اتحاد الجزائر ما بالوضعيه هذه ما يقدرش يروح بعيد يعني بالك حتى يسلك مقابله يبقى صح. دائما مدان مقابله اللي بعدها صح. يعني هذا الشيء البطوله الافريقيه دائما لازم تكون كما اقول لك مجد لها. الجانب تاع دوك نشوفوا شبيبه القبائل يقدر يدير مفاجاه او يقدر يروح بعيد لانه عنده يعني ديجا عنده هيكله عنده يعني كما يقول لك اداره واقفه يبقى غير النتائج وبغض النظر ما راح يجيو على النتيجه تاع المغرب شيء طبيعي كما نقول لك لعب في بلاده الرجاء البيضاوي لعب في بلاده وما نساوش باللي فريق عريق والجماهير اللي كانت حاضره نتيجه عاديه. نعم بارادو راهي كما نقول لك ما خاسر حتى شيء راهي بامكانيات بسيطه جدا هذا هو الاحتراف واش يجي بونيس احتراف الجزائر يكون بامكانيات بسيطه. ذكريني عندك زوج حوايج يعني عندك كأس الجمهورية وحصيلة خفيفة على التحكيم بالنسبة للمرحلة هذه ها ولا ليك لا سمحتني في 30 ثانية حتى المباريات الثلاثة هذو تاع كأس افريقيا التحكيم كان في المستوى الله يبارك تسمى الفرق نتاعنا ما عندها ما تشكي صح المصري والسنغالي والموريتاني أدوا مباريات في المستوى. نجاوب رضا على الملعب تاع دار الرجاء البيضاوي أنا حكمت فيه في 2001 في 2001 محكمت فيه محمد الخامس إلى يومنا هذا ما زالوا انتاكت يعني الله. الناس كيفاش قايمة بالتيران بالتسهيل المشكل ما عندهمش الجرادة هذيك الجرادة دودة هذيك ماشي دودة ما كانتش هذه هايلة ما زالوا يعني انتاكت شتا ولا تلج ولا هذا. فيما يخص كأس الجمهورية شاركوا فيه 32 حكم هما اللي أداوا شيء أنا ليا إيجابي شوية ولا حكم دولي شارك في هذا الدور هذا 32 كلهم حكام شبان 32 حكم كلهم شبان ولا حكم دولي ما تشوفش انه التغيير اللي وقع بين الموسم اللي فات والموسم 11 لا كاين الثمار تاعو كاينين حكام هكذا كأس الجمهورية شفنا تسجل 90 هدف شفت. في كأس الجمهورية في 30 مباراة صح. ما تنساش مازلت لنا مبارتين اللي رايحين يلعبوا غدوة إن شاء الله 80 هدف وشحال تأهلوا 12 فريق من المحترف الأول 12 فريق اللي راهم متأهلين المحترف الأول وعندنا 6 فريق من المحترف الثاني 6 فرق من المحترف الثاني وأربع فرق من الأماتور من الهاوي وسبع فرق من ما بين الرابطات والسندريون هكذا يا وسي ما عندنا واحد فريق هو فريق المرسى ريجونال 2 سافو دير 6ème ديفيزيون المرسى هذو اللي ربحوا وفاق سرغ اللي ربحوا في وفاق سرغ 2-0 هما اللي رايحين يشاركوا في الدور 16 يعني هو اصغر فريق في الدرجه فيما يخص الحصيله تاع الموسم في التحكيم في البطوله الوطنيه وين ما تنساش المحترف الاول لعبنا 111 مباراة فقط نعم ما لعبناش 120 لأن مازال 9 مباريات ما تلعبتش صح مازال ما تلعبوش في 111
الحكام خرجوا 478 بطاقة صفراء، وهذا يعني ما لا عادي. لا لا كان سنوات وين حتى 600 في مرحلة الذهاب 600 من هاد 478 كان 59 كونتيستاسيون ديسيزيون. علاش واش معناتها كونتيستاسيون؟ مازال الجوار تاعنا عندهم كونتيستاسيون هذيك كونتيستاسيون ديسيزيون وما يلعبش ماتش اوتوماتيكمون ما يلعبش ماتش، وخرجوا 24 بطاقة حمراء. هذه في المحترف الأول. في المحترف الأول الثاني لعبوا 119 كان مباراة مازال ما تلعبتش، هي شبيبة بجاية ومولودية بجاية. نعم هذيك قصة طويلة هذيك. لا هذيك ماهيش يعني بكل صراحة واحد ماشي رابطة مساوها وقيلة لا 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 هي ماشي رابطة، هي قضية تاع بالك لأسباب أمنية. لا لأسباب في 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 بجاية بالك على بالك في الصحافة هنايا باش يعني ما قولوا أسباب أمنية. قول ممكن في 119 المباراة هذه مثل ناقص هذيك خرجوا 486 بطاقة صفراء. نعم. منهم 52 كونتيستاسيون ديسيزيون. دائما كونتيستاسيون ديسيزيون. لازم هذه المدربين المسيرين لازم درك يوعيوا ولا لي جوار تاعهم هذوما. كونتيستاسيون ديسيزيون ستادير خلاص انت على ترمي البالو. وعلاش كي صفر كوفر انت ترمي البالو. بصح كون الفرق دير اون اموند للاعب يدي كونتيستاسيون ديسيزيون. ماشي على كومبورتمون سبورتيف ولا حاجه لا لا كونتيستاسيون علاه تروح كونتيستي للحكم. كون الفرق توشي لابوش تاع الجوار جوار ما يزيدش يروح للاربيت. هذه هنا ليديوكاسيون منين تبدا دخلوا نيفيتيو العنف وخرجوا 15 بطاقه صفراء. شاركوا في هذه مرحله الذهاب 39 حكم 39 حكم 39 حكم شاركوا في في هذا. اكبر حكم اللي دار اكبر عدد من المباريات هو الشاب اللي راه جاي اسمه قاموح من قسنطينه. هذا اللي كبير فيهم اللي دار اكبر عدد من المباراه. اكبر عدد ده. اكبر عدد على السن السن تاعهم صغار صغار اقل هذا كيما هذا اقل من 30 سنه. وقيل هذيك الحكومه اللي راح تجي مصطفى ذكرني في قاموح عمو 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 قاموح اللاعب القديم هذا عمو. وبالمناسبه نبلغ له رساله تاع اخوه ومحبه هو رافي عنا بحاليا عمو عليه اختم هتشوف هما هذا يعني بكل صراحه مرحله الذهاب مشات يعني بالمقارنه مع الموسم الماضي في مرحله الذهاب احسن. لا كان تحسن كان تحسن بما ان فيه الشبان. شوف 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 فات تحسن يجي من العام اللي فات كان الويكلو اغوغو كان لي زاغريسيون كان كان بزاف حوايج علاه كل الناس تلعب الدور تاعها. المدرب لا لو كان واحد يدير هو يدير لي ديزينياسيون هو هكذا لا لا ماشي على ماشي على واحد هذا درك كاين امالو كان امالو لا إيه كان درك امالو خلاص الماضي مرموه درك فيه كاين كاين درك كوميتي. انا حبيت نقول لك شوف احنا كاعلاميين لما تكون حاجه يعني في المستوى نفرحوا لها هكذا مصطفى درك انا واش راه يهضر صدقني غير راني فرحت لا الحقيقه بالمقارنه قال مع الموسم الماضي كنا غير لا كريتيك الانتقاد لماذا صح كانت موجوده اليوم كي تشوفها لا يعني احنا ماذا بينا نزيدوا نحسنوا نحسنوا الهدوء. شوف الهدوء كي يجي الهدوء في كل ميادين تتسقم الدعوه الهدوء. بصح الهدوء من يبدا من الفوق وحبط ماشي من تحت وطلع. بارك الله فيك. مانيش عارف شحال مازال الوقت بالنسبه لهذا الجزء. كنت تتبع في مازال 3 دقائق يشيروا لي 3 دقائق كنت تتبع في الفرق هذه بصح الى حد الحين سنوات وسنوات يعني عهدات يعني اديتها ولكن ما عرفناش الفريق تاعك مصطفى. انا في الحقيقه لعب سلو اسما لو اسما الباسكت ومحب تاع لو اسما داكور ونحب جي اسكا تري بيان. وباش تعرف عندي عواطف مع جي اسكا تاع حناشي ولا تاع ملال جي اسكا انا ما انا رحيم ولعبت شويه في النهد لعبت في النهد كاي باسكت في النهد شويه وقت ايغيل وكديس الله يرحمه فرقاني وكذا قبل ما ندخل الخدمه الوطنيه وليت نلعب مع الدرك الوطني. انا نقول لك بكل يعني صراحه انا نحب لو اسما الله يبارك فيك وراني متاسف جدا بالوضع الحالي اللي راهم عايشينها. ربيع سي مصطفى باش تختمها كاين واحد العمليه راك تقوم بها تاع لي تريك هادو غونفلاب واسمهم قاعات 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 اللجنه الاولمبيه راهي قايمه بها كيفاش ماشي لا لا مراد ماشي قايمه بها كيفاش راهم يقولوا باللي راهم يقولوا ثاني راهم يقولوا ثاني
هذه اخبار دابا من سلوفينيا. لا لا ماشي يقول لك باللي هذو يديروا 10 ملاير الله اعلم دي مليار القاعه. ايه إيه حكينا عليهم كيف على حتى جاتك الفكره هذه المعلومه مش راهيما فيهم الماكله. انا لحقنا على هذيك الحكايه تاع العنقه. ها راهم يقولوا خاف وقال ها اللي يسكت يقولوا خاف اللي يحشم يقولوا خاف. هذه تاع الحجم هذه القاعات هذوما وحده لطمر راست وداخله في اطار اللجنه الاولمبيه الدوليه المركب اولمب افريكا اللي رانا نمشاو فيه وراه الامور راهي ماشيه بكل جديه راهي تبدل راهم تاع اللجنه الاولمبيه الدوليه. ايه والقاعه فيها اربع قاعات هذا وسيدي دي مومبران سوليديفي لا دوري دي تاعهم 45 عام والقاعه الثانيه فيها اربع ملاعب السكيكدا لإعادة التطور تاع الهوندبال وانتم عارفين بأن البول بلوز امبورطون دو ديفلوبمون دو لا ديسيبلين سي سكيكدا. هذه باش تكون عارف هذه السومة تاعها هي 250 ألف أورو وفيها ترونسبور وفيها بعض من لي زوبسيون لحقتها ل 300 ميل. هذه راهي مختصه من طرف اللجنه الاولمبيه الدوليه. اي تريبي بارك الله. و 300,000 مختصه من العمله الصعبه نتاع اللجنه الاولمبيه الجزائريه صح تابع اللجنه الاولمبيه الدوليه. مصطفى هذا ما يعني لا باش نزيد نفصل الوقت برك ان هاد القاعات هذو اللي راك تكلم عليهم استقبلني رئيس البرلمان تاع سلوفينيا واستقبلني رئيس نائب ورئيس الوزارة تاع سلوفينيا والوزير الشبيبة والرياضة وهما سعادة جدا بهذا العقد. احنا خدينا اوبشن تاع دو دوم سوبليمونتير واحدة البجاية واحدة العنابة. علاه بجاية من طلب من السلطات ومن الحركة الرياضية لتم وواحدة من عنابة لان عارف انت عارف عنابة راهي خالية ما فيها حتى في حتى جيد. قاعة اللي راه الناس قاعدة راهي تشتكي. شكرا يعني بارك الله فيك. والعملة الصعبة هذه ماهيش نتاع انا باش نعطيك تفاصيل اخر. منذ 2013 الوقت يا سي مصطفى منذ 2013 حتى يعني دعم مالي من طرف اي طرف السلطات العمومية ربيع. ما تخلى اللجنة الأولمبية. شكرا بارك الله فيك سي مصطفى يعطيك الصحة على الحضور أولا وعلى التفاصيل هذه نشكرك على كل حال. نتمنى إن شاء الله شكرا عام سعيد بالنسبة وش تمنى على 2020 أولا الألعاب الأولمبية إن شاء الله الكل استقرار الجزائر كيكون الاستقرار للجزائر نكونوا كاع سعداء ان شاء الله يعيش ديماغوجيكيا بارك الله ان شاء الله. الامر اللي يخص بالتطور نتاع الجزائر الامور ترجع الى مجالها. شكرا بارك الله فيك سي مصطفى يعطيك الصحه رئيس اللجنه الاولمبيه راح يغادر الاستوديو وانتم بقاو معنا على كل حال ما تزابيوش لانه فيه رضا راكو تسناو فيه رضا معاكم هنا. بالنسبة للجزء الرابع راح يغادر سي مصطفى براف ويغادر كذلك محمد زكريني يغادر البلاطو وراح نستقبل عبد الرحمن اللي راح يجينا بجورنال ماغ وكذلك نعيمة العودي. شكرا لكما وشكرا للمشاهدين الكرام ابقوا معنا بعد الفاصل. الجزء الرابع والأخير من حصتكم حصة بعد 90 بقناتكم قناة المحترمة البلاد تي في مع ركن آخر اللي هو جورنال ماغ. ولكن قبل جورنال ماغ نغتنم الفرصة اليوم بوجود رئيس اللجنة المؤقتة للتسيير وهي الديريكتوار لوفاق سطيف. على الأقل نتكلم على الوفاق السطيفي اللي مشكورين خلال هذه يعني 20 و25 اليوم سطيف كنا شايفين يعني الفريق رايح منهار تماما ولكن اليوم نشوف أن الفريق عاد يعني ما نقولش خلاص نهائيا ولكن نتابع هذا التقرير ثم نعود.
تسير هاوي، تذبذب في النتائج وانشقاقات داخل الإدارة هي حصيلة وفاق سطيف في الشطر الأول من البطولة، حصيلة أكدت أن النسر الأسود الذي حلق عاليا في سماء الكرة الجزائرية والإفريقية وحتى العالمية في السنوات الأخيرة أصبح يصارع على ضمان البقاء. بداية أزمة الوفاق كانت بعد إيداع الرئيس السابق حسن حمار السجن إثر تورطه في العديد من القضايا التي يعاقب عليها القانون. سقوط حمار فتح الباب لفهد حلفاي الذي لقي تزكية الجمعية العامة الانتخابية للوفاق ونصب كرئيس للنادي الهاوي. هذا الأخير لم يتمكن من إخراج الفريق من الأزمة بل زاد من حدتها بعد دخوله في صراع مباشر مع الرئيس السابق عبد الحكيم سرار على منصب رئاسة الفريق. غياب الاستقرار كان عاملا من عوامل الأزمة الصيفية، ففي الشطر الأول من البطولة استنفذت إدارة الوثاق مدربين في صورة خير الدين مضوي وصولا إلى التقني التونسي نبيل الكوكي الذي لا يزال في منصبه إلى حد الساعة. وبالنظر إلى نتائج الوفاق في الجزء الأول من البطولة فيمكن تصنيف هذا الموسم من بين أسوأ مواسم النسر الأسود منذ أعوام، كون الفريق يحتل المركز العاشر برصيد 17 نقطة في مجموع 14 لقاء. إذن الوثاق وفي ظرف 4 أشهر فقط حققت أرقاما هزيلة بتسجيلها لسبعة هزائم في 14 مباراة وحصدها لخمسة انتصارات فقط، ليجعل البعض يصنفها كأضعف نسخة صيفية منذ أزيد من 20 سنة. فهل آن الأوان لتغيير الذهنيات من أجل بداية مشروع إنقاذ وفاق سطيف من العودة إلى جحيم القسم الثاني الذي سيكون هاويا ابتداء من الموسم المقبل؟ موسم هكذا يعني في التقرير أسوأ موسم، ولكن قبل ما نعطيك الكلمة نرحب بنعيمة العوادي المدربة الله يبارك راهي معنا كتقنية. نرحب بك يا نعيمة. مساء الخير، مساء الخير ضيوف. الحمد لله. الحمد لله، نسحقوك من حين لآخر راح في المجال التقني. إن شاء الله راح تكلمنا على الصيف وفي نفس الوقت يعني على المرحلة الشتوية ساعة تعبير باختصار. عبد الرحمن كذلك بالعالية نرحبوا بك. مساء الخير بمولاي. عبد الرحمن رضا انت على بالك، مسح معليش الضيوف ما على بالهم. عبد الرحمن بالعالية جبناه في الميركاتو، احنا ثاني عندنا الحصة في الميركاتو، كاين اللي يروح كاين اللي يجي، انتقالات كاين انتقالات كما خزروني انتقل لفريق اخر اللي هو راح فريق اخر اللي تشوفوه يوم الجمعه مع كمال مهدي اللي بالمناسبه نحييهم كمال مهدي وهكذا، وخزروني راح للفريق اخر. احنا جبنا عبد الرحمن، شوف الله يبارك الله يخليك. انا نظن ينورنا والتشبيب في اطار التشبيب. سي جابر شفت التقرير أسوأ موسم، علاش ما هي الاسباب قبل ما نعطي الرضا يطرح سؤال؟ اسباب معروفه سي مراداكم، شفتوا يعني كما يقول لك العام والخاص وفاق سطيف المرحله اللي مر فيها شهر ابتداء من شهر افريل 2019 والنفق المظلم اللي كان فيه في شهر اوت، يعني ما بكل هذه المشاكل ما نسناوش يعني كان راح يدير بدايه يعني موفقه، ولو انه يعني كما يقول لك كانت بدايه نوعا ما يعني كان اداء مليح ولكن النتائج كانت غايبه، وكما يقول لك يعني المسيرين اللي التحقوا في شهر سبتمبر بما فيهم انا ثاني دخلنا في ورشه عمل يعني شفنا باللي ولكن قبل كي ندخلوا السؤال الاخر في بالعاميه الناس يقول لك الخلاط في الصيف قالها وجا سرارها ورا حمارها وجا فلانها وكذا، وش هذا؟ شوف كاين شويه هذا الجانب هذا ولكن يعني كاين ناس ثاني تحب الضخم. انا من الاشخاص اللي ما نخزرش بزاف الامورات هذه، يعني انا شخصيا بالك كاين معايا ثاني اللي معايا في المكتب وذيك بس حوار المرض تاع الصيف المرتع سطيف سيتا واش نقول لك يعني بون سيتان كوميل تاع النتائج والمشاكل اللي دخل فيها والشيء الكبير اللي اثر ثاني على المردود تاع الفريق هو الديون ايضا. الديون وكاين كيما نقول لك ثاني لامار سالاريار تاعنا طالعه بزاف يعني كيما نقول لك ما قدرناش يعني دائما غالبتنا ما قدرنا نسدوا لا الديون تاع اللاعبين اللي راحوا واللي راهم يطالبوا بالديون تاعهم لا اللاعبين الجدد، يعني كيما نقول لك هي لامار سالاريار هي اللي طلعت جيب الديون يسير هي اللي هو العائق الكبير اللي كسر الفريق. وشفتوا قضيه امادا يعني اللي زادت كملت عليها كلنا نعرف قضيه امادا اللي الحمد لله يعني سلكت بسلام القضيه هذه وسددنا الديون. الان رانا نسيروا رانا نرجعوا رانا ذيك ماهيش سهله والحمد لله. يعني شحال راكم صارفين درك؟
الموسم هذا مرحله الذهب صار فين بالديون اللي سددناها كيما نقول لك الباسيف والاكتيف ولا غير واش رانا نكونسومي درك لان دوك رانا صار فين بالديون اللي سددناها رانا في 18 مليار ابي بري هكذا يعني ماشي 20 مليار ماهيش حاجه كبيره بصح مازال ما ناش مسدين رانا مسدين شهر للاعبين مازال يعني 20 مليار يعني رانا تقدر تقول شهر رانا في شهر اكتوبر يعني حسابين رانا في شهر سبتمبر ولا شهر اكتوبر حسابين رانا في 20 مليار تسمى يعني ميم با رانا في شهر سبتمبر والموسم مازال حتى الشهر لافان تاع مي حتى تاع الجوان راكم شفتوا يعني بالك راح تروح حتى ل 60 مليار ولا 70 مليار اذا هذا الشيء كامل اثر على المردود الفريق وشفتوا يعني كيما نقول لك مسيرين جدد ولاعبين جدد من المحل اللاعبين اللي راحين يتحولوا كاينين اللاعبين راحين يتحولوا الان هذا ورانا نقدروش نعرفوا نعم ما نقدروش نعرفوا خاصه بوصوف مراد بوصوف تكلمنا عليه يعني راه دراهم بوصوف يجيب لكم رانا كيما نقول لك رانا في الرتوشات الاخيره بوصوف قاد غير كالكو نيغوسياسيون يعني تاع نادي موناكو لايس موناكو تاع القيمه تاع التحويل الثاني هذا ما كان اللي ما تفهمناش عليها ورانا نستناو في الرد تاعهم قبلنا لهم بعض الشروط تاعهم الان لازم يقبلوا لنا بعض الشروط تاعنا اخت نعيمه انت كي تسمعي هكذايا لما الصالاري لا هذه قليله بلاك انت كاين راك تعرفيها انت اكيد كيفاش تشوفي هذا عطينا رايك والله واش حبيت نقول لك استادير كو انا لو كان يرجع لي ليا لي جوغي ان بوفوار في الفوتبول ناسيونال والله لما ما هكذا يديروا وزيره مرا هكذا بوكو با بوكو با مي نو مي بوكو با نتمنى انه تكون وزيره مرا في الرياضه اكيد والله لما صاريا تاع ان جوغ الجيريان بكل صراحه ما ديباسيش ان جوغ يخلص 30 مليون بكل صراحه يعني المردود في الملعب والمشاكل في كل ناحيه نقص التدريب يعني كي يشوفوا كاع هاد العوامل حنا كي نقعدوا نشوفوا الشامبيونا نشوفوا التلفزيون الجزائري حتى بالتلفزيون واحد اخرين باش نشوفوا ان ماتش دو فوتبول نشوفوا كلش صوف ان ماتش دو فوتبول مي فوالا اللي لازم يكون قانون في هاد الحوايج الاجور لو كان طبقنا هذاك تاع الاخر 80 مليون للاعب لاعب غير دولي و120 مليون لاعب دولي ديما راح تنقص انا في رايي التسقيف ما يكونش ولكن تكون مراقبه للاموال هذه تاع الخزينه العموميه اللي تمدها المؤسسات هذه اولا تنقص هي تنقص تاع كاين مؤسسه اللي تمد 100 مليار هذا هو المشكل كي يمد له 100 مليار بيان سير يعطي 300 مليون لا سي مراد لا عبد الرحمن ولا باريدها شوف كاش مات زاد لا بدون على شي سي مراد كاين رؤساء فرق يعني مانيش نقول كامل كاين بعضهم تلقاه حتى وما عندوش مدخول او شايف روحه باللي راه المدخول تاعو نقولوا 30 مليار يروح يدير لك ان مارش سالير تاع 60 مليار 70 مليار كيما نقول لك ويخلي الديون اللي يجي بعد ويخلي الديون هاو كاين تاع تفضل عبد الرحمن الانديه تاعنا هي في الديون تخمم في الميركاتو يعني هي في الديون تخمم مدرب يقول لك خمس لاعبين بعد ما كانت لدي يقول لك طالبوا حتى خمسة. يعني حتى توقيف البطوله يعني تاع المحترف ثاني انديه اللي تعاني 15 فريق ما عندوش الحق باش يستقدم ويدير ضغط على الرابطه باش تحصل على الاجازات جدد وباش يستقدم يعني انت في الديون وتحوس تجيب يعني تسيير هذا دائما هذا هو المشكل تاع الانديه كسؤال برك قبل ما نمشي ولا رايي في الميركاتو هذا فرحان كي راهو صاحبي قدامي شاف سي تان جروم صافي جروم بليزير مراد عاودوا نولوا غير برك البريزيدون تاع ستيف زغلاش نعرفوه من قبل اي ولا نعرفوه من قبل باش نفهموا باش تفهم الحاضر لازم تروح للماضي سي زغلاش كان من بين المهندسين تاع فوز وفاق ستيف برابطه ابطال افريقيا صح كان في العهد تاع حمار وما مخدم على السرار مقبل بصح كنت مع عهد حمار اللي ان شاء الله يطلق سراحه ان شاء الله وربي تفضل اليوم شفنا باللي في سورتو هذه اللي بقات لينا في راسي الناس ils sont pas reconnaissants في ستيف surtout انت ما راكش وليد ستيف راك وليد المسيله هكذا ولا لا باش نروحوا ديريكت باسكو هذه هي المشاكل يعني نقول لك 20 سنه في ستيف راك يبقى وليد مسيله وليد مسيله انت في لا ريكومبونس بعد ما كنت تم المهندسين تاع رابطه ابطال افريقيا اللي نقول واش قال لك حمدادو قال لك هذا جارك انت صور الغزلان هو المسيله هذيك وين 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 كانوا يوزعوا لي ميداي في المقابله النهائيه وين الناس اللي نسجعوهم على العمل اللي كان هذا كان يمد مدراهمه ما طلعش للميداي وكاين الناس واحد اخرين اللي ما عندهم حتى علاقه عطاو لهم الميداي ومن بعد جابر يوسف جابر زعف وكذا وكلش سؤال علاش زدت وليت سي جابر لا انا زعفت قبل الميداي زعفت في قبل بعد مباراه نصف نهائي تريبيا
كنا نخدم عادي، كنت من القلائل اللي كنت مامن بالبطوله الافريقيه، وان كانوا كامل كانوا دايرينها يعني بعيده، داير بشهاده ان شاء الله نطلبوا كما قلت لك صراحه الرئيس حسن عمار بشهادته، يعني انا كنت دائما متفائل بالبطوله هذه. فيما يخص الميداليه، انا في المقابله النهائيه في الذهاب اللي كان سوء تفاهم يعني بسيط، يعني ما بسيط اللي كنت تقلقت فيه، وكان يعني كما يقول لك ربي يسمح لأي واحد غلط، كانت بعض الناس اللي كانت بيني بين الرئيس بلكش ما لحقت له وصلت له المعلومة شوية مضخمة وش قال جابر، هو غاضوا الحال، وانا كي شفته غاضوا الحال نعيط له في التليفون ما يرفدش عليا، كانت لافاي كنا بقات لنا يومين ونمشوا للكونغو مقابله نهائيه تاع الذهب، ما يرفدش عليا ما يرفدش عليا، ما فهمتش انا يعني عليه ما يرفدش عليا، ولا كنا نحضروا في الفواياج تاع لا فينال. شخص عيط له كان معاه، قلت له حسن يبعث لي الميساج يقول لي جو كوندوي من ذيك ما فهمتش، جو كوندوي من الصباح العشيه ويسوق ما فهمتش انا العشيه، عيط شخص كان معاه، تفكرت باللي الشخص هذا كان معاه، قلت له حسن وراه قال لي هنا، قلت له واش كاين مشكل حاجه، قال لي خليني ما قدرش يقول لي، قال لي خلينا برك هيا وقت تجي، قلت له ها قول لي واش كاين واش المشكل، قلت له صح راه كان يسوق، ضحك قال لي خلينا، قلت له شوف والله ما نجي، يا بالي قال لي كيفاش، قال لك قلت له والله ما نجي، قلت له باش تعرفني انا نقول بالله ما نجي، إبا ما جيتش على هذه، هو ثاني نهار كيما يقول لك نهار الديبار تاعنا في الاخر ما قالهمش وراه جابر، زدت سقسيت يعني في المطار قلت انا بالك راه سقسا نحاول نجي، كانت الكابا تاعي واجده، قال لك ما سخصاش، ايبا عيط السكرتير قال لي تجي، قلت له ما نجيش. باختصار باش الميداليه، كمل لك الميداليه، كمل الميداليه باش نعطيك سؤال. الميداليه ما حضرتش الذهاب ولا حتى الرتور، بون كانوا يستناو ما حضرتش الذهاب، من الرتور لازم نحضره، كملت عليهم قلت لكم انا لا فينال ما نحضرهاش سوا لالي ولا رتور، ما حضرتش ثاني الرتور تاعها ما حضرتش الاخر، بقات كيما نقول لك قضيه الميداليه، جاب طلع في مكاني حسن سنساوي، جاب لي لا ميدايه في الليل هكذاك شفتها، والله راح نرفضها ثاني، رفضتها قلت له ما نشوفهاش، والله غير شفتها سي رضا عجبتني بزاف، رفضتها وراي عندي في الدار، يعني بالك ما كاينش نهار نجيبها لكم لهنايا، رفضتها بصح شني بقات لي ما طلعش عليها البروبليم. هذه قضيه باختصار، لانه واحد اخر بك سؤال، علاش سي جابر وفاق سطيف اقحمتموه في السياسه؟ سؤال اللي بقى لي كيما شفنا حلفايه مع سرار مع مترشح تبع ميهوبي علاش دخل في الصيف نورمالمون سي ابوليتيك، ولا اللي غاد يقول لك هو كان هو لا لا ما كان هو كان كله كان انا نهضر لك راه نهضر على وفاق سيف تراك رئيس اللجنه، ماهوش وفاق سيف اللي قدم بارك، ماهوش وفاق سيف مثل نفسه حلفايه، هذه جات كان خطا، شوف كانت كامل عندنا الدعوات، كانت كامل عندنا الدعوات، اللي راح واللي ما راحش ما راحش، يمثل نفسه المهم يفرق سيف خاطي حلفيه ما كانش يخزر فيها، شوف ما وش قعد معايا انا ندافع عليه، بالك ما خزر لهاش، من بعد تكلمنا فيها وتكلمت عليها، كان يعني ما كان حارف، قال لي علاش ما قلت ليش، خلاص لابال خرجت، هو راح بأساسي سماح وكذا، ولكن ما نظرهاش من جانب واحد آخر، إن شاء الله نتمنى والناس ما تبقاش كيما نقولك تحكم على الأكسيون هذيك، إن شاء الله تنساو. شكرا، نمر لركن آخر ولا كلمة باختصار ثاني نعيمة فيما يخص حضورك، يعني المرحلة الشتوية كنا تكلمنا عليها باختصار شديد، كيفاش شفتيها أنت كمدربة خاصة؟ أنا وفاق سطيف شفتنا أنا نواغي مرحلة شتوية، والله كانت مرحلة لبس بها، كان يعني نوادي كانوا كان مباراة الديربي كانت مليحة، يعني كنا صوف الديربي اللي ما تلعبش ولا كنت نتمنى انه كنتو الجيريان يستنوا غير لي ماتش الديربيوات، يعني الماتش ديربي اسما بولوديا ما شفناش سي دوماج، ولكن يعني فيه مستوى دور متوسط وفيه مستوى متوسط. بارك الله فيك نعيمة، نجوزوا لركن اخر اللي هو جورنال ماك. جورنال ماغ مع عبد الرحمن بالعلا، قلت جانا في الميركاتو نرحبوا به، مانيش عارف واش جبت لنا، عندنا بعض المواضيع التي صنعت الحدث هذا الاسبوع، يعني حتى في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى بالصور وقيله جبت بالصور وبالفيديو. نبداو بالموضوع الاول، هو شجار رئيس شبيبه القبائل شيخ ملال
مع أحد المناصرين في العاصمة المغربية في مدينة الدار البيضاء المغربية بعد لقاء الرجاء البيضاوي. يعني شاهدوا الفيديو نعودوا للنقاش. كان الفيديو اللي صنع حدث كبير يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أنه الأمر يتعلق برئيس نادي كبير بصور يعني ما كانت مسيئة، يعني حتى الجزائر والفريق اللي كان يشارك في منافسة قارية، كانت يعني علم الجزائر يعني كان في محافل القارية. هنا هذه الصورة اللي صنعت جدل واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، الكل لام من لال على هذا التصرف، يعني كان غير مقبول، خاصة أنه برر اعتداء تاعه، قال لك أنا تعرضت لاستفزاز كثير من قبل الأنصار، خرجت اعتديت عليهم، قال لك أنا مع هذاك هو القرار اللي كان لازم ناخذه لأنه تعرضت لاستفزاز. قال ما ندمتش في تصريحاته، قال ما ندمتش لأنه قال أنا كنت مطالب أني نرد على الاستفزاز، لكن رد كما هذا صنع الحدث. حتى حناش يتكلم يعني الرئيس الأسبق لشبيبة، قال لك الرئيس السابق عفوا لشبيبة، قال لك من المطالب بالرحيل ولن تطأ قدمهم مجددا تيزي وزو. يعني نعم هناك حملة أيضا، اسمح لي مراد، هناك حملة في تيزي وزو عبر الفيسبوك أنه تكون هناك وقفة يعني سلمية يوم الخميس للمطالبة برحيل ملال، لأنه هذا التصرف أساء كثير للنادي القبائلي. تفضل رضا. فضيحة من الفضائح تاع رئيس شبيبة القبائلي، نورمالمون يكون عنده ديلوتوني، يكون عنده. شو ما رانا ما حناش، ما رانا مع شريف ملال، هذا اليوم في دار البيضاء راه يمثل شبيبة القبائلي، الجزائر نو ان غران كلوب ان بريزيدون دونك في واسمو هذاك بيريز يروح يضرب في لاخر. احنا متعودين نشوفوا المناصر يعتدي على الرئيس، من لا خالف كل الاعراف يعني هو اللي على نعيم العوادي لعبت في شبيبة القبائل، وتعرف مليح يعني المنطقه. احنا انا نحترم بزاف الانصار تاع شبيبه القبائل، انا عشت معاهم كذلك كؤوس افريقيا زمان كي كانوا ينالوا هذيك الكؤوس، كنا نفرحوا بهم في التلفزيون الجزائري هذاك الوقت، يبقاو هما دائما يعني الحق يناصروا، وكذلك يعني يعشقوا في فريقهم. كيفاش تشوفي في الوضع؟ والله مهزله اول شيء بلطقه، انا بو موا سا سي فريمون ان جيست دو فوايو، يسمح لي ملال اللي نحبوا نحترموا، هذه اسمها جي اس كا، دونك لا جي اس كا ال ديباس تو. سبك راك دون ان بوست وين على بالك بلي كيكونوا الانصار ضد النتائج السلبيه، دونك انت على باز افون دو بروند لو بوست نيمبورتو كيل بوست طوب كومي ريسبونسابل جو بونس هذايا ماهوش يمثل شبيبه القبائل لا تيزي وزو ولا الجزائر، وبالخصوص في كازابلانكا يعني خارج الجزائر، هذا ما يشرف حتى جزائري بكل صراحه. وانا كلاعبه سابقه للشبيبه انا يأسفني لانه ملينا نحترمه بزاف، سي فري كو يل باس دي مومون تري ديفيسيل، ولكن سي باز اون ريزون، هذه ماش اون ريزون، انا بو موا سي ان جيست اوديو. شوف عجبتوني باسكو انا كنت نعيش الحصص زمان ودرك راني نعيش الحصص درك. الحاجه اللي لاحظتها درك عندنا اعلاميين محللين يعني مسيرين، نحس باللي كاين صدق عندنا الكل يعني، ونهضروا بكل صراحه وبكل شفافيه وبكل موضوعيه. قال نحترم الشخص ولكن مانيش داكور معاه، كيما قبيل تكلمنا مع براف قال احنا نحترم رئيس اللجنه والى اللجنه الاولمبيه، ولكن القرار اللي خداوه اتجاه او التكريم هذا لبنزيما مانيش داكور، احنا شخصيا مانيش داكور. تفضل عبد الرحمن. عندنا موضوع اخر هو تصريح يعني غير مسبوق لعضو الكونفدرالية الإفريقية للكاراتيه واسمه ياسين عرب، في اجتماع الاتحادات كان عنده تصريح يعني لم يسبق له مثيل، قال لك رياضيين النخبة لما يشاركوا في المنافسات الدولية لما يطيحوا في القرعة مع منافسين من الكيان الصهيوني ينسحبوا، هذا يكلفهم عقوبات المنع من المشاركة لأربع سنوات متتالية. قال لك نوجه النداء للجنة الأولمبية وللسلطات أنه ينظرونا في هذا الملف، نسمعوا تصريح هذا. لازم نطرحوا هذا المشكل هذا ونعرفوا وشنو هي الحلول، وخلال ثلاث يلحق وين يلحق النيفو كيما هذا ومن بعد يسولوتير، باسكو ما عندناش طبيعة مع الإسرائيل، حنا ديك الأطلاط غادي تكسر ولا ديك الأطلاط حنايا في الكاراتي وين لاحقوا ما لعبوش اليوم. واش نقول لك يعني المراد تاعهم راح طحنهم كاع، يعني ماذا بينا حنا اطرافير سيد الرئيس يلحق هذا الانشغال للدولة وللمسؤولين عن الدولة فيما يخص هذا المشكل هذا تاع رضا. بصح قبل انا لازم نقول كلمه هذه، لازم تقول يا ولدي. شوف حنا لازم كل واحد يعرف وين راه، واش من المنصب اللي راه يعمل فيه، واش من الاطار اللي راه يعمل فيه. امور كيما هذه
كاين دوله، كاين رئاسه، كاين مؤسسات، كاين مؤسسه الجيش الوطني الشعبي اللي راهي تلعب دورها كما ينبغي، كاين يعني سياسه، كاين دبلوماسيه. اتقوا الله، هذه الامور خاطيتك وخاطيتني. كي تكون انت في هذاك الاطار نعم تقدر تحكم. دونك هذا الحكم لو هذا الاقتراح واش يهم رياضي والا اخر؟ تفضل رضا. نادر مراد تفضل. انت تهضر باسم الدوله، انا نهضر باسم المواطن البسيط جدا جدا جدا. نعم مراد، هذا السيد هذا صاحبنا وخونا، عرب نعرفوه. أيوة. ما على بالوش باللي احنا كجزائريين نحن مع فلسطين ظالمه او مظلومه. اكثر من ذلك واش معناتها لا للتطبيع مع الدوله الاسرائيليه؟ واش معناتها؟ معناتها اننا لا نعترف بهذه الدوله كدوله. هذه وحده. اثنين، باش تقول لي انت شاوي يبرر يقول لك لازم نروح باش نطلعوا ان شاء الله وندوا لا كوب دي مون، ندوا التاج الدولي بطل اولمبي. احنا عندنا مبدا ثابت، هذا المبدا ثابت. انا نهضر على روحي كمواطن، انت تهضر كدوله، انا كمواطن. لا مانيش انا ولا خا مواطن، انا ضد هذه الفكره اطلاقا. ربيع الموضوع الثالث. تفضل تفضل. عندنا الموضوع تصريحات رئيس اتحاديه التنس محمد بن سعد اللي كان نسمعوه بعدين. لا كان تم توقيفه من قبل وزير شباب ورياضة مؤخرا، وأحالوا الملف تاعو على العدالة. كان عنده يعني رد، وكان عنده تصريح كشف من خلاله كل شيء. نسمعوا تصريح. سمعنا. ومن بعد يقول لك ما تمشيش للرينيون دي كوميتي أولمبيك، ما في بريسيون بور ديميسيوني اي دو لا فيديراسيون اي دي كوميتي أولمبيك. جي با فولي دونك il a passé à l'action. Il m'a يعني le cas تاعك كي تشبه ابري celui تاع شباح. لا سي لو ميم كاس، باسكو ما مشيتوش، لازم يعني تمشوا ضد براف. احنا سوا ضد براف ولا يتسسبون. انا جو سوي غران بير، جو سوي غران بير، je ne vais pas marcher dans l'accord. J'ai une éducation, j'ai l'accord. Je suis membre du comité. J'ai assisté le plus normalement du monde à, au bureau, au comité exécutif de, du comité olympique. Naïma. Quoi? والله يعني 2019 سانو بورت با بونور سانسيرمون دون تو لي دومين، كو سوا بريزيدون دو فيديراسيون، بريزيدون دو كلوب، لي كوتش، لي ديريجون، لي جوور، لاربيتراج. خلقوا لنا السبور، خلقوا لنا كي نعاودوا نتربوا شويه، وكل سياسه كل كنت كيما تكون سياسه واضحه، قوانين واضحين، هذا يحترم هذا، هذا يحترم هذا، كل واحد يعني يحترم المنصب تاعو. دوكا كي ولا وزير سيسبوندي رئيس اتحاديه يديروا لا بريسيون، ما تروحش يديروا لي كونفلي بين المينيستير والكوميتي اولمبيك. مي سي كي لي فيكتيم دون تو سلا؟ سي لو سبور، سي لو سبور، سي لالجيري، سي لالجيري كي سوفر مالوروزمون. دونك ان شاء الله يعني ما تجي يعني لو بريزيدون لا ريبوبليك مسيو تبون ان شاء الله يعني هذه الاشياء قاعد يتبدل كل صراحه. انتهى الوقت، مش عارف جابر حبيت تقول كلمه برك. نتمنى يعني هذه الامور هذه يعني والله لازم يديروا لها هذه قاعد. انا نتمنى كما يقول لك يزيدوا يديروا عداله رياضيه، عداله رياضيه سبيسيال جيستيس تاع الفوتبول تبع الامور هذه. وحنا نطلبوا لكل واحد اللي يشوف يعني فيه تجاوزات وخرق للقوانين يعني وفيه سرقه وفيه كذا الى اخره، العداله موجوده ولا يجينا سيدي، يجينا للبلاطو ان شاء الله نوفقوا. شكرا بارك الله فيك عبد الرحمن، يعطيك الصحه، يعطيك الصحه ان شاء الله يكون دخول موفق. اول دخول لا نورتنا هايليك نعيمة، قالت لي الله يبارك سعيد بتواجدي معكم، ونتمنى ان شاء الله تكون السنه المقبله ناجحه رياضيا ان شاء الله يا رب. هذه من جهه. رضا اختمام. ورد عندي تهنئه برك تاع لا فامي بومعيد من لافيجري المحمديه، هذه سال عليك سامير، داروا وليمه عرس حسين مع ناريمان، تزوجوا الله يا ربي يبارك لهم ان شاء الله. كل شيء مبروك تاع ابطال المحمديه. كل شيء مبروك. أو كذلك زواج عبد الغني بالقصة، يشير لي أحد الزملاء. تفضل كلمة أخيرة. الشمل في عائلة الفاق صليف اللي لازم حان الوقت ولازم نخموا على الفريق العريق هذا وينحوا الجهوية. وانا الحمد لله كما اقول لك مدمني على راس الفريق هذا العريق، يعني وش من فريق وفاق صليف. ان شاء الله نتمنى ان شاء الله عام جميل ان شاء الله عام 2020. بون اني ا توس، سورتو نهني خويا اللي زاد عنده ان غارسون. كلشي مبروك للعائله تاعنا، كلشي مبروك، كلشي مبروك. اذا بدوري انا نهني الاسره نتاعنا نتاع قناه البلاد تي في، وخاصه هذه اللي راهي تعمل معنا في القناه او في حصه بعد التسعين. نتمنى الخير والهنا والسعاده وكل النجاح للجزائريين في كل المجالات، أقول كل مجال، لأن احنا رانا حين في جمهورية جديدة، يعني بعد هذه التعيينات وبعد الانتخاب وبعد التعيينات هذه إن شاء الله نتمناو الخير
لبلادنا. شكرا للمخرج زكي وللمشرف العام وليد حمدادو. نشكر الجميع كذلك ونلتقي إن شاء الله. ما تنسوش حصتكم حصة مع كمال مهدي احكي بالون وكذلك خزروني يوم الجمعة. وإحنا معكم نلتقي إن شاء الله يوم الاثنين المقبل. والسلام عليكم. We'll be right back.